طيب صليتوا على النبي يا جماعة. يبقى هاي وصلنا عند التزايد، التزايد والتناقص. التزايد اللي هي فترات التزايد وفترات التناقص. التزايد والتناقص. طيب ايش يعني تزايد وايش يعني تناقص؟ ايش يعني تزايد وايش يعني تناقص؟ لو رسمت انا رسمه هيك سريعه، رسمه توضيحيه يعني للموضوع هذا اللي هو تزايد وتناقص. شو يعني تزايد وشو يعني تناقص؟ تزايد بيزداد. ايش هو اللي بيزداد وايش هو اللي بتناقص؟ ايش تزايد وايش تناقص؟ مين اللي بيزداد ومين اللي بتناقص يعني؟ ايش معنى كلمه تزايد وتناقص؟ مين اللي بيزداد ومين اللي بتناقص؟ فخلينا نعمل رسمه هيك سريعه. ها النقاط الحالة ولا لا؟ هسه بتشوف او لا محضر استاذ ما حضر حضر عفريت. طيب شوفوا يا جماعة، هاي رسمة هيك مثلا، وانا عندي هون نفترض 1 2 3 4، هون مثلا 1 2 3 4 5، ورسمت مثلا رسمت منحنى، رسمت اي منحنى مثلا هيك منحنى مثلا هون منحنى يا جماعة، ماشي؟ طيب شوفوا الآن، بدي آخذ قيم لسين وأشوف قديش قيم صاد بتطلع. باخذ قيم لمين؟ لسين. ها باخذ قيم لسين. طيب أنا عندي هون بسوي جدول هيك صغير، أيوه ماشي؟ هون سين، لا بديش أحلها بأحمر. هون سين هيها، لا بدي أحلها بأحمر خلص. هون سين وهون مين؟ صاد. صاد اللي هي ايش؟ قاف سين طبعا، صح؟ يبقى انا عندي هون سين وصاد. سين قاف سين وقاف سين او صاد، ماشي؟ بدي اخذ انا قيم لسين، اي قيم مش رح تفرق. بدي ابلش من تحت. بدي ابلش من وين؟ من تحت. خذ سين عندك بواحد، خذ سين بكام؟ بواحد. طيب صاد بواحد. ها قديش تطلع صاد؟ واحد. تطلع صاد ايش؟ واحد. واحد. تطلع صاد واحد. خد سين باثنين، تطلع عندك سين باثنين صاد مثلا هيك، تطلع ايش؟ واحد ونص. اعتبرها واحد ونص. واحد ونص هون، واحد ونص. ثلاثة اثنين. طيب خد سين عندك مثلا بايش؟ خد سين بثلاث تقريبا اثنين. تطلع عندك صاد ثلاث، تطلع عندك تقريبا اثنين وايش؟ ها اثنين. طيب خد سين عندك بأربعة، اثنين ونص. يطلع عندك مثلا أربعة، يطلع عندك مثلا هون ثلاثة وشي، ثلاثة وشوي. طيب ضلناش نقعد نلعب يعني. تلاحظوا سين، قيم سين، قيم سين شو قاعدة بتصير فيها؟ بتزيد. خلاص هذه مالكش دخل فيها الآن، قيم سين بتزيد. الآن تطلع لي على مين؟ على قيم صاد أو قيم قاف سين. قيم صاد أو قيم قاف سين. ها طيب هدول واحد، واحد ونص، اثنين وإشي، برضو إيش؟ برضو قاعدة تزداد. فهذا بسميه الإقتران يزداد أو متزايد. الإقتران ماله؟ متزايد. إذا كلمة متزايد هاي تبعد لقيم سين ولا لقيم قاف سين؟ قيم قاف سين، لأنه كلمة الإقتران، شو تعني كلمة الإقتران؟ قاف سين. يعني في حالة التزايد، في حالة التزايد أو حتى في حالة التناقص. واحد قبل سين. مقبول؟ خبرة في حالة التزايد،
لحالة التزايد أو في حالة التناقص، حتى في حالة التزايد أو في حالة التناقص، كلما ازدادت قيم س، كلما ازدادت قيم س. في حالة التزايد تزداد قيم ص أو قيم س، قيم ص أو إيش؟ اللي هي قاف س، هذا معناته تزايد. طيب في حالة التناقص، كلما ازدادت قيم س يقل تتناقص قيم مين؟ صاد اليمين قاف قاف س. إذا كلمة تزايد وتناقص تعتمد على مين؟ على السينات. تعتمد على مين؟ على السينات؟ على الصادات. احنا بنحكي الاقتران متزايد، الاقتران متزايد. شو يعني الاقتران متزايد؟ الاقتران يعني قاف س بتزيد. طب شو وضع السين؟ السين بتزيد. احنا كل ما تزيد س اذا زادت ص هذا متزايد. طب في حالة زادت س نقصت ص هذا بنسميه ايش؟ تناقص. كيف يعني استاذ؟ يعني ممكن يصير هذا تزداد س وتنقص ص؟ اه ايش المشكلة يعني؟ ارسم رسمة كمان اختها هاي هيك جنبيها. هاي الرسمة هيك. ولو حطيت اقتران شو طب يعني احنا هيك بنضل نرسم كل الوحدة هاي؟ لا طول بالك انا بورجيك بس كيف يعني تزايد. عم مش هو الاستاذ يعني. واحد اثنين صلى على النبي اللهم صل وسلم. طيب خليكم معي يا جماعة، لو رسمت انا اقتران هيك هاي شوفوا هيك، خلينا ناخذ قيم لسين شوف الان قيم سين هيك بتزيد لليمين صح؟ آه. يعني مثلا لو اخذنا الواحد، اخذنا صورة الواحد، صورة الواحد طلعت هون مثلا ها ماشي؟ ها زود لي السين، خذ اكبر ايش؟ اكبر من واحد مثلا، خذ واحد ونص ها بتقل الصد، الصورة راح تطلع هون 2 ونص، يعني كانت الصورة هون نزلت هون 3 وشي ها، روح كمان خذ 2 تطلع الصورة هون برضه نزلت لتحت، خذ 3 برضه نزلت الصورة وين؟ لتحت. واضح سين قاعدة شو بصير فيها؟ سين قاعدة بتزيد دائما، وصاد شو قاعدة بصير فيها؟ تنقص. إذا هذا الاقتران ماله؟ متناقص. إذا هذا الاقتران ماله؟ متناقص. يعني الأولاني متزايد طلع متزايد، الأخراني متناقص، الأخراني والأخراني هذا طلع متناقص. ماشي يا جماعة؟ طيب ملاحظات الآن، ملاحظات السين دائما بتزيد خلص. السين يا جماعة من الشمال لليمين شو بصير فيها؟ بتزيد ها سين ها واحد، يعني هو بيحدد لك من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ إذا من واحد لاثنين السين بتزيد، طلعت الصورة تبع العيد، صورة الواحد طلعت واحد، صورة الاثنين طلعت فوق، صورة الثلاثة فوق، صورة الأربعة برضو فوق، يبقى الصاد قاعدة بتطلع. فالسين بتزيد صاد بتزيد صاد هون بتزيد، احنا دائما سين بتزيد دائما خلص، دائما سين بتزيد، هاي مالهاش دخل السين، السين مالهاش دخل، دائما سين بتزيد. هون طلعت صاد مالها؟ بتزيد. طب سين بتزيد صاد طلعت ايش؟ بتنقص. هذا بنسميه ايش؟ متزايد. تزايد. وهذا شو بنسميه؟ تناقص. خلص يبقى الوضع بيعتمد على مين؟ على قاف سين، مش على السين. السين دائما بتزيد، لما نشوف السين بتزيد الان بنشوف اللي صار. ملاحظات الان انتبه علي، السين دائما طبعا بتزيد من وين لوين؟ من الشمال لليمين. الان بتطلع على المنحنى من الشمال لليمين، المنحنى هذا من الشمال لليمين قاعد بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ بيطلع لفوق، اعرف انه تزايد، بينزل عن تناقص. ماشي؟ اطلع على المنحنى هذا بتطلع من وين؟ من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، هذا من الشمال لليمين قاعد بينزل لتحت ولا بيطلع لفوق؟ بينزل لتحت. اذا هذا ايش؟ بتناقص. طيب ماشي يا جماعه، بتناقص، طول بالك، هذا ايش قاعد؟ بتناقص. لو جيت هون
لو جيت هون رسمت مماس، لو جيت هون رسمت مماسات، مماس للاقتران. هون مماس، جيت رسمت مماس هون، ها شوف بدي ارسم مماس للمنحنى هذا من اي نقطة. مماس من ايش؟ من اي نقطة؟ عند النقطة هاي ارسم مماس. هاي هيك، هاي هيك مماس يا جماعة. وين زاوية الميل هسا؟ وين زاوية الميل؟ هاي هاي الزاوية صح؟ طيب اللي هي مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، هاي الزاوية. تلاحظوا الزاوية مالها زاوية حادة، زاوية حادة، زاوية ايش؟ حادة. وظل الزاوية الحادة بيطلع موجب، يعني المشتقة مالها موجب. ماشي هيك؟ كمان مرة، زاوية الميل هاي الزاوية، هاي زاوية ايش؟ حادة. طب المشتقة مش هي ظل الزاوية؟ مش المشتقة تساوي ظل الزاوية؟ الظل هون الزاوية حادة، راح تطلع المشتقة مالها موجبة، المشتقة مالها موجبة، يعني في حالة التزايد المشتقة بتكون موجبة والزاوية بتكون حادة. طيب خد لك مماس من منطقة ثانية، يعني خد لك مماس من هون، ارسم مماس نفس السين، نفس السين برضه راح تطلع هون الزاوية مالها برضه زاوية حادة، إذا المشتقة موجبة. طب الجهة الثانية ارسم مماس من عند أي نقطة، أي نقطة، هاي النقطة هاي مثلا، ارسم مماس من هون، مماس وين الزاوية؟ وقت كل الزاوية هاي، ها هذه مع الاتجاه السالب لمحور السينات، الزاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، هاي الزاوية ها. فالزاوية شو طلعت؟ زاوية مالها منفرجة، الزاوية مالها منفرجة. ظل الزاوية المنفرجة اللي هي يعني الظل في الربع الثاني منفرجة، منفرجة أكبر من إيش؟ أكبر من 90. الظل في الربع الثاني سالب، فبتطلع المشتقة سالبة، المشتقة سالبة، لأن المشتقة هي ظل الزاوية، المشتقة هي ظل الزاوية. أخذناها هاي، أخذناها زمان من تسع سنين. والله أخذناها. ماشي هون يا جماعة، يبقى في حالة، في حالة التزايد المشتقة، المشتقة موجبة، يعني الزاوية الميل ها حادة، يعني ظل ها اللي هو المشتقة موجبة. في حالة التناقص ظل ها اللي هو المشتقة بتطلع سالبة، المشتقة سالبة والها بتكون منفرجة. هذا في حالة ايش؟ التناقص. هذا في حالة التناقص. ماشي؟ طيب انا قاعد بشرح يعني هذا الكلام، احنا كمان شوية هتلاقي هذا كلياته الان ما بستخدموش، صح؟ ما بستعمله في الحال. طيب ايش هي استاذ هيك ثبات؟ ايش يعني ثبات؟ يعني لا، في كل ما تزيد سين الصدمة بتتغير. في حالة الثبات كيف يعني ثبات يا استاذ؟ لما يكون الاقتران ثابت. اقتران ايش؟ اقتران ثابت. كيف يعني الاقتران الثابت؟ انت اسف؟ خلاص راحت عليك. هاي مرسومة هاي اقتران ثابت هيو. شوفوا على السريع ما بياخذش وقت لكم. ها زيادة، زيادة معرفة، زيادة ثقافة. هاي اقتران ثابت. هيك الاقتران الثابت كيف رسمته؟ هيك هاي موازي لمحور. طيب خلينا نشوف الآن هذا الرسم من الشمال، من الشمال لليمين، هذا من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، بيطلع ولا بينزل؟ لا بيطلع. يبقى هذا اسمه اقتران ايش؟ ثابت. لا هو متزايد ولا هو متناقص، لا هو متزايد ولا هو متناقص. طيب خد لك قيمة لسين هون واحد، شو تطلع قيمة صاد؟ نفس هاي النقطة. طب زود السين يعني ها تطلع هيك برضه تطلع نفس النقطة. خد لك كمان قيمة لسين تطلع هيك برضه تطلع نفس النقطة. إذا كل ما سين بتزيد صاد ثابت، صاد ثابت ما بتتغير، الاقتران ثابت. هذا لا هو متزايد ولا هو متناقص. طب استاذ وين المماس؟ يعني لو حكيت لنا مماس هيك، المماس هون المماس بيجي ايش؟ افقي. والمماس الافقي شو ميله؟ صفر. ميل المماس صفر. اذا المشتقة صفر، المشتقة تساوي ايش؟ تساوي صفر. المشتقة تساوي صفر. ليش؟ لأنه المماس أفقي، معناته هو لا في تزايد ولا في تناقص، هذا اقتران ثابت. ما هو ثابت مبين من اسمه، اقتران ثابت، لا بيزيد ولا بينقص، لا في تزايد ولا في تناقص. إذا المشتقة تساوي إيش؟ المشتقة تساوي صفر.
واذا كان على السين السالب نفس الشيء ولا بس احنا شغلنا على السين ما هيو ما اجيب لك من على السين السالب ما بتمشي من الشمال لليمين يعني جيب من عند السالب جيب من عند الموجب بس اشرح لك عند الموجب عشان يكون ايش عشان يكون واضح طيب السؤال الاول مع السلامه لل هذا كلياته تدريب السياس ولا سؤال سؤال طريقه الحل هذا الكلام برضو معنا الحرجة والمتشعب والغير موجودة والكسر والقصص هاي كلها تبعنا ورح يجينا افلام جديدة كمان ماشي؟ هاي السؤال الاول بحكي لك اذا كان قوسين اذا كان قاف سين يساوي سين تكعيب ناقص 12 سين وسين تنتمي سين تنتمي ل سالب 5 و 5 حدد فترات التزايد والتناقص حدد فترات التزايد والتناقص حدد فترات التزايد والتناقص وفترات التناقص بداية هيك الاقتران هاد بداية شو الأطراف؟ سالب 5 و5 مبينة طيب سالب 5 و5 هدول أطراف على طول أول شيء خلينا نحل الآن بالطريقة اللي كنا نحل فيها النقط الحرجة نشتاق بدي أشتاق أول شيء شو بعمل؟ اشتاق بشتاق ها قاف فتحة على س 3 سين تربيع ناقص 12 تساوي 3 سين تربيع ناقص 12 هسا قاف فتحة قاف فتحة بسوي بإيش؟ صفر يعني 3 سين تربيع ناقص 12 تساوي صفر تطلع عندك سين تساوي 2 وسين تساوي سالب 2 ماشي؟ فتحكي له كيف؟ لا 12 قسم على 3 طيب هاي الاثنين بتتاكدوا يا جماعه لا تنسوا الاثنين وسالب 2 تنتمي للمجال تنتمي هاي سويت قاف فتحه بصفر سويت قاف فتحة بايش؟ صفر الشغلة الثانية قاف فتحة غير موجودة وين قاف فتحة؟ قاف فتحة هون غير موجودة عند سين يساوي سالب 5 وسين تساوي 5 معايا؟ معايا هان نستفيد من الكلام اللي كنت احكي لك اياه الان احنا حكينا لما تكون المشتقة موجبة بيكون الاقتران ماله متزايد ولما تكون المشتقة سالبة بكل الاقتران ماله متناقص اذا هون بدنا نحدد اشارة المشتقة كيف يعني بدك تحدد اشارة المشتقة ترسم خط الاعداد هيك بحط سالب 55 استنى شوي ها حط القيم الحرجة اللي عندك شو القيم الحرجة اللي طلعت عندي عندك من سالب 5 لوين؟ لخمس بس من سالب 5 لخمس وفي عندك سالب 2 واثنين وعندك هون 2 وحدد لي الان اشارة القاف فتحة اشارة قاف فتحة يا سلام اشارة قاف فتحة بنعرف نحددها وين هي القاف فتحة؟ القاف فتحة هاي 3 سين تربيع ناقص 12 سين طبعا اصفارها شو طلع اصفارها؟ الاثنين والسالب 2 طب هذا تربيعي هذا ايش تربيع شو شرط سين تربيع موجب تربيعي وطلع له عددين تربيع وطلع له صفرين تربيع وطلع له صفرين نفس عكس نفس يعني هون الاشاره موجب سالب موجب طيب في حاله الموجب حكينا الاقتران ماله بيكون متزايد بنعبر على التزايد هيك مكتوب هيك تزايد التزايد بس هيك والتناقص هيك تزايد لاحظوا يا جماعة لاحظوا الخطوط هاي برسمها من وين؟ من جهة من الشمال لليمين لأن احنا حكينا من الشمال لليمين إذا الاقتران طلوع متزايد من الشمال لليمين إذا نزول متناقص فأنا هون موجب يعني تزايد سالب تناقص موجب تزايد الآن بدك تكتب الفترات هاي بتيجي على الفترة الأولانية بتكتب هون تزايد من وين لوين؟ من سالب 5 لسالب 2 من سالب 5 لسالب 2 مغلقات التناقص عم تناقص مغلق من سالب 2 من سالب 2 ل 2 مغلقات
وتزايد من 2 ل 5 مفتوحة ب 5. طب مش ضربت مفتوحة؟ لا مغلق. كله مغلق. اللي بنضم اعداد كلها مغلق. ماشي يا جماعة؟ في واحد ممكن يكتبها بطريقة ثانية، اكتبها بايش؟ بطريقة ثانية، أنا بكتب كل واحدة جوابها تحتيها، في ناس بتحب تكتب بالطريقة هاي، بقول لك مثلا تزايد. وين التزايد؟ سالب تزايد. سالب 2. من سالب 5 لسالب 2، سالب 5. وسالب 2. كلهم بنفس الصفحة. ومن 2 ايش؟ 2 ل 5، ما بتفرق. وبيكتب التناقص. خلص بس من 2 لسالب 2، من سالب 2 ل 2. من وين؟ من سالب 2 لا والله 2 لا. بدك تكتب هيك اكتب، بدك تكتب هيك اكتب. ماشي هاي معناها نفسها. اذا هذا السؤال بحكي لك حدد فترات التزايد وفترات التناقص. اشتقينا، سويت المشتقه بصفر، طلع صفرين للمشتقه، صفرين للمشتقه بينتموا للمجال، صفرين. طيب بعدين قفت حير موجوده وين؟ عند السالب 5 وال5 اللي هم الاطراف. رسمت خط الاعداد عشان احدد اشاره قاف فتحه من سالب 5 ل 5 وفي من سالب 2 ل 2. الاشاره كيف بنحددها؟ الاشاره كيف بنحددها؟ اذا عندك قاف فتحه من الدرجه الثانيه وطلع صفرين درجه ثانيه وطلع صفرين نفس عكس نفس، موجب سالب موجب، الموجب من الشمال لليمين، تزايد تناقص تزايد من الشمال لليمين. وبكتب ايش؟ بكتب الفترات. وبكتب بس انا ما كنتش معي اطراف. جايك لا تستعجلش، جايين كل شيء. اذا كان اذا كان لا لا يعني جد اذا كان سالب طول بالك، طول بالك عادي سالب طول بالك نفس عكس ايش مختص طول بالك طول بالك. اللي بتتخيله واللي ما بتتخيله جايك، اللي بتفكر فيه واللي مش راح تفكر فيه جايك ان شاء الله. ولا فهم يعني المادة أوسع من تخيلاتك، ما تخافش. المادة أوسع من تخيلاتك. كمان سؤال، كمان سؤال، خليك معي. حدد فترات التزايد والتناقص، حدد فترات التزايد والتناقص للإقتران. قاف سين يساوي سينوس 3 بس ناقص 3 سين تربيع زائد 1. وبدنا نحدد برضه فترات التزايد وفترات التناقص. ماشي؟ هاي فيش هون ايش؟ فترة مش معطيك فترة اشتغل مش معطيك مجال يعني. هسا هذا الاقتران شو مجاله؟ مفتوح. حق هذا مجاله؟ حق. ليش مجاله حق؟ لأنه كثير؟ كثير حدود. هذا مجاله حق لأنه كثير؟ كثير حدود. ماشي؟ اشتق يلا. قاف فتحة على السين سين تربيع ثلاثة سين تربيع ناقص 6 6 سين. هاي اشتقينا، تساوي المشتقة بايش؟ صفر 3 هو خص مع 3 سين تربيع ناقص 6 سين تساوي صفر. بيحكي لك بدنا نعمل عملية تبسيط نقسمه على كم؟ على 3. بصير سين تربيع ناقص 2 سين تساوي صفر. خذ سين على المشترك سين تساوي صفر سين تساوي سالب 2 بضل عندك سين ناقص 2. إذا سين تساوي صفر سين تساوي 2 خلص وسين تساوي 2. طيب يبقى هذه قفة فتحة يساوي صفر. قفة فتحة غير موجودة وين؟ عند الأطراف. في أطراف هون؟ لا ما في شيء هون قفة فتحة غير موجودة. تمام؟ الآن شو بعمل؟ حدد الإشارة. حدد الإشارة موجبة لنهاية لسالب ما لا نهاية. عندك من سالب ما لا نهاية موجبة لما لا نهاية، وعندك صفر واثنين. الصفر والاثنين نفس عكس نفس. حدد الإشارة. وين القاف فتحة؟ هاي القاف فتحة. نعم نفس موجب سالب موجب سالب ايش؟ موجب نفس عكس نفس يعني. طيب ماشي. موجب سالب موجب. طيب الموجب شو معناته؟ تزايد تناقص تزايد. ماشي هيك؟ إذا التزايد من سالب ما لا نهاية لصفر. بس سالب ما لا نهاية مفتوح صح؟ من سالب ما لا نهاية لصفر، خلينا نكتب التزايد، من سالب ما لا نهاية لصفر العدد مغلق، طبعاً الما لا نهاية والسالب ما لا نهاية دائماً قصها زي هيك ما بتغير نهائياً في أي مكان في الدنيا. وعندك هون وإيش كمان؟ من اثنين ما لا نهاية مفتوح. طيب هاي التزايد، تناقص طيب شيل تحت ثلاثة على المشترك مرة
خصمنا لا ما خدتش على المشترك، عملت عمليه تبسيط على 3 على 3 على 3. طيب التناقص من 0 لايش؟ من 0 ل 2. 0 ل 2 مغلق مغلق مغلق. طيب لا تنبسطوا كثير، هذه اسئله ادبي هاي. لا تنبسطوا كثير، هاي اسئله الادبي لسه يعني ما حكيناش. طيب السؤال اللي بعده قاف س يساوي، خليك معي هون، لا ما فيش مي، الله يخلينا مشتاق، الجير خربان حط له مي زيت، بدها زيت اصبر زيت زيتون يعني مش زيت سيارات يا ولد. قاف س يساوي جيب س، قاف س يساوي جيب س، وسين تنتمي، ايوه نختصر يعني 0 و 2 باي، 0 2 باي باي مكان باي مكان. طيب 0 و 2 باي، خلينا نبلش الان برضه اول خطوه بنشتغل، حضر بس تربيع. ايش هو تربيع؟ جاي تربيع وجاي يجيب في جاي طبعا بقى يا زلمه، تقعد ايش تفعفط هسه والله، اهدى شوي استاذ انا مش كارثه. طيب قاف فتح على السين اشتق جت، مشتق جيب سين جت سين، ها اه سوا صفر، سوا بصفر جت سين سوا صفر، وين الجتا؟ سوا صفر ضمن الفترة هاي اللي هي من صفر لاثنين باي، معناته السين تساوي باي على اثنين، ثلاثة باي على اثنين، وسين تساوي ثلاثة باي على اثنين، وباي على اثنين وثلاثة باي على اثنين ضمن صفر واثنين واثنين باي. ها لو رسمنا هيك حط صفر وحط اثنين باي، عندك احنا من صفر من صفر ل 2 باي، من 0 ل 2 باي، فعندك هون من 0 ل 2 باي، عندك من 0 باي على 2، هون الجتا 0 وهون الجتا 0، باي على 2 و3 باي على 2، هاي المشتقة بتساوي 0. طب المشتقة غير موجودة وين؟ الأطراف. عند الأطراف، يبقى قاف فتحة غير موجودة عند س يساوي 0 يساوي 0 س تساوي 2 باي وس تساوي 2 باي. طيب هاي جبنا قيم س الحرجة، هسه نزل خط تبعنا، هسه بنحدد إشارة قاف فتح، إشارة قاف فتح عندك من وين لوين؟ من صفر لاثنين باي، وعندنا بينهم باي على اثنين وثلاثة باي على اثنين، موجب سالم شو اللي نفسك عشان مش فاهم، بس خلص موجب معي، وين القف فتحه؟ هاي القف فتحه شلتها موجب، طول بالك شو موجب سالم؟ اه صح من صفر لباي على اثنين ربع الاول موجب، الجتا بتكون موجب في الربع الاول، من باي على اثنين لثلاثة باي على اثنين باي على اثنين باي على اثنين باي لا ثلاثة باي على اثنين، شو دخلنا بالباي؟ هون وهون الإشارة ايش؟ سالبة، جتها هون سالبة وهون سالبة، يعني سالبة كلها، من باي على اثنين لثلاثة باي على اثنين كلها ايش؟ سالبة، وثلاثة باي على اثنين لاثنين باي الإشارة بتكون ايش؟ إشارة القاف فتحة اللي هي الجتا، الجتا من ثلاثة باي على اثنين لاثنين باي موجب. إذا هون تزايد تناقص تناقص تزايد تزايد، انا رسمت اللي هي قبل ما كتبوا تزايد، لا بدك تحدد الفترات، يبقى تزايد اصلا اسئله عشان تحدد التزايد من صفر من صفر لباي على اثنين، خليك معي هون بعدين، من صفر لباي على اثنين وعندك من ثلاثه باي على اثنين ل 2 باي بس يا جماعه خلاص، شو انا قربنا مزح؟ تزايد، هسه تناقص، وين التناقص؟ باي على اثنين لثلاثة، من باي على اثنين لثلاثة باي على اثنين هذا بالنسبة ايش؟
لا سؤال جيب سي، سؤال جيب سي. طيب لسه بعدنا، ناخذ سؤال جتا سين. في جتا سين وفي جتا اثنين سين، هيو وفي جيب تربيع سين. ناخذ سؤال جتا سين. جتا سين ولا نفس الفكرة؟ نفس، ما راح يختلف عنه ولا اشي، ولا اشي راح يختلف. يعني هون لو جت سين بيطلع هون سالب جيب سين، سالب جيب سين. خلينا ناخذه، بلاش تبعت لها تربية وخلص، بلاش تخربطوا فيه. بس كده طب والله اعطينا تربية، ماشي راح ناخذ تربية. بس جت سين، ها قاف سين يساوي جت سين، وعندك من صفر لاثنين باي، من صفر لايش؟ لاثنين باي. طيب الخطوة الأولى شو بنعمل؟ نشطب قاف فتحة للسين، قاف فتحة للسين، اكتب علي الآن جتا سين سالب جيب السين، تساويها بصفر، سالب جيب سين سالب جيب السين تساوي صفر، يعني جيب سين تساوي صفر. وين الجيب بيساوي صفر؟ لو رسمنا هيك برضو المحاور عندك هون صفر 180، احنا عندنا من صفر، احنا شغالين من صفر صفر باي لاثنين باي، من صفر لاثنين باي. وين الجي بيساوي صفر؟ عند الصفر، بس عند الصفر ما راح اخذها، ما راح اخذها عند المشتقة تساوي صفر، ما باخذها عند المشتقة تساوي صفر. هسا المشتقة عند الصفر تساوي صفر؟ لا، المشتقة عند الصفر غير موجودة. مش احنا هون قاف فتحة هون سويتها بصفر؟ قاف فتحة يساوي صفر، قاف فتحة يساوي صفر. هسا متى الجيب سين تساوي صفر؟ عند الصفر. هسا الصفر هذا يعتبر ضمن صفر واثنين باي، مفتوحة فترة مفتوحة؟ لا لا، لأنه طرف. هذا الصفر هذا وين بناخذه؟ عند الأطراف، مش عند القاف فتحة تساوي صفر. احنا هون عند مين؟ احنا عند ضمن قاف فتحة بتساوي صفر، ما باخذ فيها الأطراف، أطراف ما بتيجي هون، أطراف ما بتيجي هون، لأنه القاف فتحة تساوي صفر. ايش يعني القاف فتحة تساوي صفر؟ يعني القاف فتحة موجودة بتساوي صفر، اما الاطراف القاف فتحه مالها؟ غير موجوده. يعني الصفر والاثنين باي ما تاخذها عند القاف فتحه يساوي صفر، تاخذها وين؟ قاف فتحه غير موجوده، سين يساوي صفر وسين يساوي ايش؟ اثنين باي. فلما يطلع عندك هون صفر تاخذهاش هون، لانها هي ايش؟ ناخذها للباي بس. طيب تمام نكمل. اذا الجي بيساوي صفر وين؟ عند الصفر، قلنا هاي ماخذينها عند القاف فتحه غير موجوده، تاخذهاش هون. طيب وعند مين؟ الاثنين عند الباي، عند الباي يبقى سين تساوي سين تساوي باي. وايش كمان هون؟ اثنين باي ماخذينها وين؟ هناك. اذا هاي قيم سين، قيم سين الحرج. ارسم خط الاعداد، عندك من وين؟ من صفر اثنين باي لاثنين باي، وفي عندك هون ايش؟ باي. من صفر لباي استنى شوي، حدد اشارة قاف فتحة، حدد إشارة قاف فتحة. هاي قاف فتحة مش معامل هون، مش عامل يا زلمة. راح بقول لي حسب المعامل، هذا مش سين وسين تربيع، هذا جيب وجتا، هذا جيب وجتا، مش سين وسين تربيع. جيب عندك من صفر للباي موجبة، من صفر للباي، من الصفر للباي الجيب موجبة ومضروبة بسالب سالب. كمان مرة أستاذ، من صفر للباي، من صفر للباي اللي هو الربع الأول والربع الثاني، الجيب شو بتكون؟ موجبة. إذا الجيب موجبة، والموجبة مضروبة بإيش؟ سالب. سالب تتحول لإيش؟ يعني بدها تساوي. ماشي؟ ما بنعوض اثنين. والثاني موجبة. خليني ساكت. ما بنعوض اثنين. يا زلمة هو تعويض، هذه تحديد الإشارة هو تعويض، زي التعويض، بس إحنا في طرق لتحديد الإشارة بدون ما تقعد تعوض، يعني عوض، بدك تعوض عوض. خذ لك عدد من خذ لك قيمة من صفر لباي. إيش عندك من صفر للباي قيمة؟ باي اثنين. باي على اثنين؟ ماشي باي على اثنين، صفر لباي، خذ قيمة بين الصفر والباي. شو قيمة من صفر لباي؟ 90. شو جيب ال 90؟ واحد. وفي هون ايش؟ سالب. شو تطلع الإشارة؟ سالب. يعني طيب هسا من باي لاثنين باي، من باي لاثنين باي، من باي لاثنين باي، اللي الربع ايش؟ الثالث والرابع، الجيب بالثالث والرابع سالبة ومضروبة بسالب تصير موجب. وبرضه ممكن تحددها عن طريق خذ قيمة، ما هذا أخذ قيم بس قواعد هاي لتحديد الإشارات. ما تحديد الإشارات خذ قيمة بين الصفر والباي، خذ قيمة بين الباي والاثنين باي وقعد عوض. احنا بدل ما بنعوض، ما احنا عارفين من باي لاثنين باي
من باير لاثنين باير، الربع الثالث والرابع الجيم معروف سالبه، ومضروبه بسالب بتصير ايش؟ موجب. طيب سالب تناقص موجب ايش؟ تزايد. اذا هون تناقص من صفر للباي تزايد من باي لاثنين باي. ماشي، فهمتوا الاشاره السالبه شو سوات؟ خربط الدنيا. خربط الدنيا. هاي بس هاي الاشاره، انت لسه جايك بلاوي انت. ما فيش سهل الحمد لله. والله ما فيش سهل. هاي الجتا سين. ناخذ جتا 2 سين. ها بلشنا نمشي لقدام. هاي طيب انتبه علي الان، السؤال الجاي خليك معي. قاط سين سو جتا. جتا 2 سين. جتا 2 سين. جتا 2 سين وعندك سين تنتمي لصفر واثنين باي. صفر واثنين باي. طيب صلوا على النبي يا جماعه. نشتق قاف فتحه للسين سالب جيب سين جيب 2 سين باثنين بتساوي جتا 2 سين سالب جيب 2 سين ضرب 2. يعني او بتصير سالب 2 جيب 2 جيب 2 سين. تبعوا معي الان، تبعوا معي طولوا بالكم. هسه المشتقه بدي اسويها بايش؟ بصفر. طبعا هون بدايه عشان ما نتطاوش ايش؟ قاف فتحه غير موجوده صفر عند سين تساوي صفر وسين تساوي 2 باي اللي هي ايش هاي؟ الاطراف. استاذ بالازرق عشان نشوف الحل. ماشي هيك؟ معي؟ طيب نسويها بصفر هسه. قاف فتحة يساوي صفر. قاف فتحة يساوي صفر. يعني سالب 2 جيب 2 سين يساوي صفر. قسمها على مين؟ على سالب 2. على سالب 2 بتصير جيب 2 سين يساوي صفر. أحسن لك جيب 2 سين عشان تتعامل معها وأنت مرتاح. جيب 2 سين حولها جيب 2 سين اللي عبارة عن 2 جيب سين جتا سين جتا سين يساوي ايش؟ صفر. يعني جيب سين جتا سين يساوي صفر. ماشي؟ عشان تعرف تتعامل وياه في الإشارات والشغلات هاي. برضو هون عند المشتقة، شايفين المشتقة؟ برضو بدي أحولها لإيش؟ لسالب 2 ضرب جيب 2 سين اللي هي 2 جيب سين جتا سين. جتا سين يعني ايش المشتقه تساوي؟ سالب 4 جيب سين جتا سين. هاي سوي تبسيط معي يا جماعه. ها لما يطلع عندك جيب 2 سين حولها ايش؟ سالب 4 حولناها 2 جيب سين جتا سين، صارت المشتقه شكلها زي هيك. ولما سويتها بصفر برضه حولتها صارت جيب سين جتا سين سو صفر. طبعا عندي جيب سين جتا سين سو صفر، اما جيب سين سو صفر او جتا سين سو صفر. اما جيب سين سو صفر. متى الجيب يساوي صفر؟ عند السين. بنرسم المحاور. وين الجيب يساوي صفر؟ صفر والواي. عند الصفر، اولا عند الصفر ما بناخذه لان المشتقه غير موجوده وين؟ عند الصفر. عند الباي اذا سين تساوي باي واثنين باي برضه واثنين باي برضه ما راح ناخذها لانها مخدينها عند اذا سين تساوي ايش؟ باي. هاي لما سويت جيب سين بصفر سوي لي جتا سين بصفر. جتا سين تساوي صفر وين؟ عند سين باي على 2 سين تساوي باي على 2 وسين تساوي 3 باي 3 باي على 2 وقاف فتحة غير موجودة عند الأطراف. طلع عندي كم قيمة لسين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أرسم خط الأعداد ونحدد الإشارات. ها من كم؟ من صفر لإيش؟ لاثنين باي. من صفر لاثنين باي. خلينا نحط القيم بالترتيب. خلينا نحط القيم بالترتيب. عندك صفر واثنين باي خدناهم. صفر باي اثنين واثنين باي. اول اشي باي على اثنين بعديها باي باي على اثنين
بعدين باي وبعدين 3 باي على 2. خليك معي الان. بدي احدد اشاره قاف فتحه. قاف فتحه من وين؟ من صفر لواي على 2. يعني ربع هاد الربع انو هاد الاول الربع الاول مش حط موجب. روح شوف قاف فتحه. روح شوف قاف فتحه. وين قاف فتحه اللي احنا بنحدد عليها الاشاره اللي هي هاي يا جماعه سالم 4 هاي. طيب لما نحدد الاشاره في الربع الاول الجيف في الربع الاول موجب والجتا موجب. موجب ضرب موجب موجب ضرب سالب سالب. هسه من باي على 2 من باي على 2 لباي الجيب سالب من باي على 2 لباي انا ربع. هسه الربع الثاني احنا صرنا طول بالك في الربع الثاني. احنا في الربع الثاني موجب تطلع الجيب موجب والجتا سالب وفي اشاره هون ايش سالب سالب بسالب موجب. اذا صارت الاشاره ايش موجب. من باي ل 3 باي على 2 ربع ايش سالب. الثالث هذا الثالث زي الاول سالب وهذا الرابع صح. الثالث في الربع الثالث الجيب سالب سالب والجتا سالب سالب بسالب موجب بسالب سالب سالب. واي موجب الاخير وخلاص. وهي موجب لكره وخلاص ماشي ماشي موجب لكره وخلاص. اذا صار عندي تناقص تزايد تناقص تناقص طلعت الاولى. بس لا تعتمدش على الشغله هاي يا حبيبي. الذكاء اشتغل الان الذكاء اشتغل. احنا هسه واحد يقول لك طلعت الاولى سالب خلاص سالب موجب سالب موجب. سيبك من القصص هاي. انا زي مين مسويها عندك معلم؟ لا ما بتصير يا شاي مش دائما هاي خلاص. طيب نحدد الفترات هسه. يبقى هون في تزايد تزايد. وين التزايد يا جماعه؟ من باي على 2 لباي. هلا لو طلعنا الاشاره الاولانيه خلاص اسحبها. من باي على 2 لباي ومن 3 باي على 2 شازين ترسي وتطول عشان تشرح فيها اللي هي على السريع. وهسه تناقص مش حلو بس تناقص من وين لوين؟ من صفر لباي على 2 من صفر لباي على 2 ومن باي ل 3 باي على 2 ومن باي كل مره ل 3 باي على 2 اكتب له كل مره كل مره اليوم عطلة يعني. مش حلو. ماشي السؤال هذا عرفتوا كيف الجيب 2 سين سوينا فيها هاي؟ 100% جيب 2 سين. حبيب قلب الله يسلمك. في سؤال عندي هون دمار شوي. جيب تربيع سين. ناخذ جيب. يلا ناخذها بعدين. جيب تربيع سين. هاي الكتاب يعني. جيب تربيع سين. ماشي جيب تربيع سين هو راح يطلع نفسه تقريبا اللي هو زي هذا. جيب سين خلاص خلاص. طور روحكم. عندي جيب تربيع سين سين تنتمي لصفر واثنين باي برضه. جيب تربيع سين سين تنتمي لصفر واثنين باي. ركز معي هون. ركز معي هسه. راح يطلع تقريبا نفس الحل تقريبا. ليش؟ لانه عندك طبعا قاف فتحه غير موجوده. سين تساوي صفر وسين تساوي 2 باي. طيب الخطوه الثانيه ايش بعمل؟ ايش بسوي؟ بشتق قاف فتحه للسين. اثنين جد السين استاذ قف فتحه للسين. اثنين جيب سين جد سين. اثنين جيب سين جد سين. اثنين جيب سين جد سين. طيب نفس السؤال اللي فات هيك صح؟ خلص والله زدنا منه قسما بالله. اسويها بصفر. اثنين جيب سين جتا سين تساوي صفر. اما جيب سين تساوي صفر اما جتا سين. اذا السؤال هذا ايش؟ معاد.
مش فين؟ نفس السؤال اللي فات، بس السؤال اللي فات كان ايش؟ سالب 4، مضروب بسالب 4. فراح يطلع الاجابه هون عكس اشارات، عكس اشارات السؤال هذا، عكس اشارات السؤال. هاي السؤال هذا، ها برضو حدد فترات التزايد والتناقص الاقتران، وهذا تدريب 3 صفحة 186. قاف س جذر التكعيبي لس ناقص 1، قاف س يساوي الجذر التكعيبي لس ناقص 1، كتب لك س تنتمي لحاء، يعني هذا المجال، المجال حاء، المجال ايش؟ حاء، ما فيش اطراف هون، ما فيش اطراف. طيب الحل مخليها الداخل على الخارج. ها حدد فترات التزايد والتناقص. اولا خليك معي هون، خليك معي. اولا اطراف هون، اطراف هون ما في اطراف، ما في. طيب قاف س يساوي جذر التكعيبي لس ناقص 1، هون جذر تكعيبي بحوله الداخل على الخارج، يعني اولا نخليها قاف س يساوي س ناقص 1، الجذر التكعيبي اللي هو ايش؟ 1 على 3، 1 على 3 س ناقص 1 اس 1 على 1 على 3. نشتق هسه، قاف فتحه على س، قاف فتحه على س تساوي، نزل التول تحت يصير تولت س ناقص 1، 1 ناقص 3 سالب 2 على 3 ضرب مشتقة القوس اللي هي كام؟ 1. خلينا الان نرجعها جذر زي ما كانت، يعني بتصير عندك 1 على 3 ضرب 1 على هذا، لما ينزل تحت بصير الجذر التكعيبي لس ناقص 1 تربيع. تمام هيك؟ هسه لما اساوي القاف فتحه بصفر، عندي شغلتين الان، هاي عندي طلع كسر، قاف فتحه يساوي صفر، لما البسط، لما البسط ايش؟ يساوي صفر. وين البسط؟ 1 1 1 1. هسه 1 يساوي صفر؟ لا، 1 لا يساوي صفر. والشغلة الثانية قاف فتحة غير موجودة، قاف فتحة غير موجودة عند الأطراف، هون ما فيش أطراف. والشغلة الثانية اللي هي أصفار مقام المشتق، أصفار مقام المشتق، يعني بتسوي المقام هذا بصفر. طبعا أنت في ال، إذا بدك تحل بالامتحان مش شرط أنت تفصل هذا الكلام كلياته، يعني مش تقعد تقول له مثلا قاف فتحة يساوي صفر وتكتب له قاف فتحة غير موجودة عند أصفار مقام المشتق، على طول تسوي البسط بصفر وتسوي المقام ايش؟ بصفر. بصفر. بس يكون عارف ليش المقام بسوي بصفر، لان المقام بسوي بصفر لانه هذا اصفار مقام المشتقه، والمشتقه بتكون غير موجوده عند اصفار المقام. شو هو المقام؟ جذر التكعيب لس ناقص 1 ايش؟ تربيع. طبعا احنا حكينا الجذر سيبك منه والتربيع سيبك منه، بتاخذ مين؟ س ناقص 1 بس، سيبك منه. يعني لما تسوي بصفر لو اخذتها هيك مع الثلاثه كمان، لو اخذت ثلاثه بدك تقسم عليها وبدك الجذر التكعيبي لسين ناقص 1 تربيع يساوي ايش؟ صفر. لما تقسم على الثلاث تروح الثلاث، لما تكعب الطرفين بروح الجذر التكعيب، لما تاخذ الجذر التربيعي بروح التربيع، ضل عندك مين؟ سين ناقص 1 يساوي صفر. الصفر ما بتاثر بالشغلات هاي كلها، تقسم على ثلاث، تكعب الطرفين، تاخذ الجذر التربيعي، ما بتاثر بكل الشغلات هاي. س ناقص 1 يساوي صفر، طبعا س تساوي ايش؟ تساوي 1، هاي قيمة س الحرجة. تعوضها؟ لا ما بعوضها، ليش بتعوضها؟ احنا بنعوضها لما نجيب النقط الحرجة، بدناش النقط الحرجة هون، احنا بدنا نرسم عشان نعرف التزايد والتناقص، نبحث إشارة قاف فتحة، نبحث إشارة قاف فتحة، يبقى الخطوة الجاية بدك تعرف إشارة قاف فتحة، حط خط الأعداد، عندك من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، وانتبه معي شوي، هون راح نحط مين؟ الواحد. طبعا سيبنا من الحفظ اللي انتم حافظينه هذا اللي هو نفس عكس. ماشي؟ نفس عكس. ماشي؟ سيبك من الحكي هذا. انت تطلع على القاف فتحة، وين هي القاف فتحة؟ هاي القاف فتحة. بدك تنتبه للشغلة هاي، القاف فتحة عبارة عن واحد على، هاي القاف فتحة على السين. واحد على ثلاث جذر تكعيبي لسين ناقص واحد ايش؟ تربيع. تربيع، انتبه هيك على الشغله هاي. هون البسط ايش؟ واحد موجب، هذا ما بياثر في الاشاره. البسط هون ما راح ياثر في الاشاره، الاشاره بتعتمد على مين؟ على المقام.
هسا المقام 3 هاي ما بتأثر في الإشارة صح ولا لا؟ طيب هذا سين ناقص واحد إيش؟ تربيع. تربيع. لما يكون عندك سين ناقص واحد تربيع هذا مربع كامل دائما موجب، دائما إيش؟ موجب. سين ناقص واحد تربيع هاي ممكن تطلع سالب؟ لا. في قيمة بتعطي سالب هون، سين ناقص واحد تربيع ممكن تطلع سالب؟ سين ناقص واحد تربيع هاي اي رقم ممكن تطلع سالب؟ ليش مش ممكن تطلع سالب؟ لانه اي قيمه بتطلع هون بتربعها شو بيطلع الجواب؟ موجب. وحكيت لكم برضه ركز في الشغله هاي اللي بدي احكيها، حكينا قبل هيك لما يكون عندك تربيعي اقتران تربيعي، الاقتران التربيعي لما يطلع له صفرين، لما يطلع له ايش؟ صفرين، كيف بتكون الاشاره؟ حكينا نفس عكس عكس نفس. هذا لما يطلع له صفرين. طب لما يطلع له صفر واحد يعني جواب واحد، كل الجواب شو بتكون الاشاره؟ نفس 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 مليون مره حكيناها. ولما يطلع ولا صفر، لما يطلع ولا صفر فيش له اصفار، الاشاره شو بتكون؟ كلياتها نفس. فيش ولا واحده بتطلع عكس، ما في ولا واحدة بتطلع عكس إلا لما يكون لها صفرين عكس بتطلع بالنص بس، غير هيك كله نفس، كله نفس ما عدا الحالة هاي في النص بيطلع ايش؟ عكس. مفهوم يا جماعة؟ تمام؟ طيب سين ناقص واحد تربيع هذا اسمه مربع كامل، مربع ايش؟ كامل. إله كم صفر هذا؟ إله كم صفر؟ لما تسويه بصفر، ما احنا سويناه بصفر هاي سين ناقص واحد تربيع صفر، شو طلع كم صفر؟ واحد. طلع صفر واحد وهو تربيعي، هو من الدرجة الثانية. إذا الإشارة نفس إشارة القوس هذا، شو إشارة القوس هذا؟ إذا الإشارة هون راح تطلع موجبة، موجبة. ماشي يا جماعة، مفهومة هاي، مفهومة هاي. وبعدين أستاذ طب ليش العجقة هاي كلياتها؟ ليش العجقة هاي كلياتها؟ إحنا ممكن إذا السؤال بسيط وسهل، إذا المشتقة هذا تعتبر مشتقة سهلة. قاف فتحة لسين واحد على ثلاثة الجذر التكعيب سين ناقص واحد تربيع، ايش ممكن تعمل؟ خذ عدد اكبر من الواحد وعدد اصغر من الواحد وجرب شوف تطلع معك الاشارة. اذا المشتقة سهلة ارقامها واضحة، خذ عدد اكبر من واحد على السريع، خذ ايش مثلا؟ اثنين، مش الاثنين اكبر من واحد؟ خذ اثنين عوض محل السين، اثنين اثنين ناقص واحد واحد تربيع واحد. الجذر التكعيب للواحد واحد بثلاث واحد على ثلاث تلت. هذا موجب ولا سالب؟ موجب. خذ لك عدد اصغر من الواحد، شو اصغر من الواحد؟ صفر. خذ صفر، خذ ايش؟ صفر. عوض صفر ناقص واحد سالب واحد، سالب واحد تربيع واحد، راح يطلع الجواب ايش؟ موجب. اذا هون موجب هون ايش؟ هون موجب. فشغلة الحافظ هو مغمض عينيه طلع هون خلص نفس عكس، طلع جوابين نفس عكس نفس، ايش هذا؟ شو احنا قاعدين شعوذه؟ لا، بدك تنتبه للاقتران اللي عندك المشتقه، اقتران المشتقه كيف تحدد اشارته هذا؟ بدك تنتبه عليه، هذا كان تربيعي هيو، طلع له جواب واحد، اذا الاشاره نفس للقوس اللي هون، اشاره القوس. طيب، اذا هاي موجب وهاي موجب؟ تزايد. تزايد، تزايد، خلاص. بدل ما تكتب تزايد من سالب ما لا نهايه لواحد وبعدين من واحد لما لا نهايه اكتب متزايد على ح، متزايد ايش؟ على ح، او متزايد على الفتره من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. طب استاذ لو انا كتبت هيك متزايد من سالب ما لا نهايه للواحد و من الواحد لما لا نهاية صح. طب ايش فرقت يعني عن اللي فوق؟ طب هي نفسها من سالب ما لا واحد، من واحد لما لا نهاية نفسها من سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية. ماشي وصلت الفكرة؟ ها؟ وصل الفكرة؟ طيب هذا الجذر التكعيبي هذا. طيب كمان جذر، كمان جذور، طيب كمان جذور. ماشي هاي في عندي هاي قصيت البصل كمان مسائل، بدك واحد جذر كمان مسائل. حاضر، في هاي جذر 25 ناقص سين تربيع. ماشي انا سيرس تفهم هذا يا جماعه؟ تحديد الاشاره هون تفهم كيف؟ طيب استاذ كم علامه يحدد الاشاره؟ صليتوا على النبي يا جماعه. شو يعني كيف على كم علامه تحدد الاشاره؟ يعني اذا واحد غلط بالاشاره
شغلتين ضبط. حول ادب خلص. اي قلب ما عاد مشكله. شتبت اللي بيغلط هاي حول ادبي. اه اللي بيغلط في تحديد الاشاره حول ادبي. اذا اشاره مش عارفين. عبد الله من اول السنه بدك تتحول. هسه بتحول ادبي بتلاحق من هون ليوم الامتحان. صدق الادبي بتختمه. صدقني بماده الادبي بتختمه. الرياضيات ادبي ثلاث ايام تكتب. جذر 25 ناقص سين تربيع. بما انك كنت علمي بس راح تقراها اصلا في يوم واحد بتختمه. جيب مقدمه الدروس اللي احنا اخذناها والدروس الصعبه الغيها كلها. انت الدروس اللي السهلة جيب مقدمتها بس. المقدمة اول سؤال في المقدمة اول تعريف بالدرس هذا هو هو الادبي. والله كنا نسجل احنا ادبي الصناعي بعدين. انتوا عمي العلماء. انتوا العلماء. قاف سين قاف سين يساوي صلوا على النبي يا جماعة. جذر 25 ناقص سين تربيع. وسين بحكي لك سين تنتمي لا لسالب 5 و 5. طيب اولا صح. اولا هيك عشان نكون متفقين. في عندك هون ايش؟ اطراف. في عندك اطراف. يبقى قاف فتحه سين تساوي سالب 5. قاف فتحه غير اطلع غير موجوده. لما سين يساوي 5 سالب 5 وسين تساوي ايش؟ سالب 5. وانتبه انتبه انه سالب 5 و5 داخل داخل المجال. المجال. طيب هاي اول شغله هيك. قاف فتحه غير موجود عند سين يساوي سالب 5 وسالب 5. ليش؟ لانهم اطراف. لانهم ايش؟ اطراف. ثاني شغله هذا جذر زوجي مش صح. هذا جذر زوجي. الجذر الزوجي حدد المجال. هو محدد لك ايش؟ هو محدد لك المجال ماشي. هو جاهز محدد لك ايش؟ المجال. يعني لو ما اعطاك سين تنتمي لسالب 5 و5 انت بدك تحدد المجال لحالك. طب كيف استاذ انا احدد المجال لحالي؟ تساوي 5 تساوي 25. اه حدد المجال لحالك. تصغير يعني صغير تحدد المجال لحالك. لا احدد المجال لحالك. كيف احدد المجال للجذر الزوجي؟ تاخذ 25 25 ناقص سين تربيع يساوي صفر. تطلع سين تساوي 5 سين تساوي سالب 5. حط خط الاعداد. هي وهذا اللي بيطلع فيه نفس عكس نفس. هذا اللي احنا بنحبه. هذا اللي فيه نفس عكس نفس. لانه تربيعي وطلع له ايش؟ صفرين. طلع له صفرين. الاشاره هسه شو اشاره السين تربيع؟ سالب موجب سالب. معناته وين المجال؟ من سالب المنطقه الموجبه فقط. الموجبه فقط اللي هي من سالب 5 ل 5. والله يجزي الخير. هاي كتب لك المجال موجود في السؤال. خلص طيب. يعني نيجي الان للاشتقاق. نشتاق احولها للدخل على الخارج. لا هاد جذر تربيعي. جذر تربيعي قاف فتحه للسين يساوي مشتقة ما تحت الجذر سالب 2 سين على 2 الجذر شخصيا 25 ناقص سين تربيع. ها الاثنين تروح مع الاثنين. انتبه معي. صارت عندك قاف فتحة للسين يساوي سالب سين على جذر 25 ناقص سين تربيع. طلع عندي ايش؟ كسر. قاف فتحة يساوي صفر. قاف فتحة يساوي صفر لما البسط نسويه بصفر. يعني سالب سين يساوي صفر. يعني سين تساوي صفر. هذا الصفر ينتمي للمجال؟ ينتمي للمجال. سالب 5 و5 ينتمي للمجال. يبقى هاي اول قيمة لسين. هاي سين تساوي صفر. وقاف فتحة غير موجودة لما المقام يساوي صفر اللي هو 25 ناقص سين تربيع تساوي صفر. تطلع سين تساوي 5 وسين تساوي سالب 5. طبعا هدول ايش؟ لا ينتموا لسالب 5 و5. لا ينتموا لسالب 5 و5 في حالة ان احنا بنساوي المقام شو اسمه بصفر. بس احنا مطلعين اصلا هون سين تساوي 5 وسين تساوي ايش؟ هي نفسها. هي ايش؟ نفسها. مفهوم هاي؟ مفهوم. طيب نرسم؟ نرسم. ارسم عشان نحدد إشارة قاف فتحة. بدنا نحدد إشارة من سالب 5 عندك هون احنا من سالب 5 لوين؟ لخمسة. طلع معي سين تساوي ايش؟ صفر. حدد الإشارة. استاذ ما حدد هي على شو اسمه؟ وين محدد؟ مش محدد. مش محدد. مش محدد والله. ليه هذا المشتقة؟ احنا نحدد الإشارة من المشتقة مش الإشارة من الأصلي. طيب. اعوض لك عدد ولا نحددها هيك؟ عوض عدد حلو. عدد عندك من صفر لخمسه. خذ واحد يا سيدي العزيز. واحد هون بصير سالب. سالب واحد على
25 ناقص 1 جذر 24. هسه هذا سالب وهذا ايش؟ موجب. سالب على موجب سالب. انا على الجهه هاي سالب. طب اذا بديش هيك اسوي ما تحر دبر هذا. ايوه دبر حق نجم حط سالب نجم. هسه بحكي لك اذا ما بدك تسوي هيك شو تعمل. استنى شوي هسه من صفر لسالب 5 خد عدد. ايش اخذ عدد؟ سالب 1 سالب سالب 1 1 بصير. طيب سالب 1 تربيع 1 25 ناقص 1 24 اللي هي جذر 24. شو الإشارة؟ موجب. طيب شوفوا يا حلوين. واحد بيقول لي استاذ ما بديش اخذ عدد انا زي هيك. يلا هسه بتقول لي لا باخذ عدد. هسه بتقول لي لا بدي اخذ عدد. خلاص انا اسف. عندك هون المشتقة طلعت سالب س على جذر 25 ناقص س تربيع. بتحدد لي اشاره البسط. تحدد لي اشاره مين؟ البسط. البسط اللي هو ايش؟ سالب س. شو طلعت اصفار السالب س؟ طلعت س سو صفر. تحط الصفر. الجهه هاي نفس اشاره س. شو اشاره س؟ سالب. والجهه الثانيه عكس اشاره س اللي ايش؟ هذول ماشي. ماشي هيك. حددت اشاره مين انا؟ البسط. بدي احدد اشاره مين؟ المقام. المقام حددنا اشارته ولا لا؟ اللي هو هيو. واضح؟ اللي هو من وين لوين؟ من سالب 5 هون سالب 5 وهم مين؟ هون ايش؟ الخمس. الاشاره شو طلعت معي فوق؟ سالب موجب سالب. هسه بتنزل المحصله تبعتهم قسمتهم قسمهم. بدك ايش تعمل؟ قسمهم. ها نعم حلوه. قسمهم هذيك احسن. خدناها هي بالاول ثانوي. قسمهم يلا. بس بدي انا احدد الاشاره من وين لوين؟ من سالب 5 ل 5. يعني بتنزل لي من سالب 5 لوين؟ شو اخذنا كنا زيها بالنهايه؟ اخذنا زيها والصفر. هي نزلنا الصفر كمان. حدد الاشاره. قسم قسم الاشارات. سالب تقسيم موجب سالب. موجب تقسيم موجب موجب. اذا من سالب 5 ل 0 موجب. من سالب 5 ل 0 موجب. ومن 0 ل 5 ايش؟ سالب. لما تلاقي المساله هيك ظريفه وحلوه وارقامها كويسه تعويض. عوض عدد وعوض عدد على السريع. بتعرفش تعوض عدد؟ يعني مش تحول ادبي يا اخي. شو اعمل لك؟ روح زراعة مش فيه والله ولا والله ما ورحت زراعة خرب شوية الزراعات اللي في البلد وتسمم لنا الخضرة هي ناقصة. لا تصلح لشيء إذا بتحدد الشلة. طيب مشكلة الطلاب مع الرياضيات إنه إيش؟ الجديد ذكي بيفهم. والله فاهم وسهل جدا. بس تعال راجعه في القديم. مش هذا اخذناه قبل هيك لك ايش؟ بكب ورا ظهره انسى ارمي. القديم مات. اللي فات مات عندنا. هذا عندكم بالرياضيات ما فيش شيء اسمه القديم اللي فات مات. بدك القديم هذا تضلك فاكره. وهي شو مشكلة كل الطلاب في الرياضيات؟ انه عنده اللي فات بينساه. طب هو الجديد بيعتمد على اللي فات. الجديد بيعتمد على الجديد. صار صار له مكتبتش طلعت الفتره تزايد من سالب 5 ل 6 زايد. خلاص اكتبها. انت مش حددت لك الاشاره؟ عارفين احنا. طيب ماشي. نسيت اكتب الفترات يا جماعه. بكتبوها والله نسيت. بقول لك اليوم مخي بسيط مش قادر. طيب صليتوا على النبي يا جماعه. ناخذ كمان سؤال جذر. هاي كمان واحد يلا خارج. قاف س يساوي. هاي سؤال في الكتاب. قاف س يساوي جذر تكعيبي برضه لسين ناقص 4 ايش؟ تربيع. وعندك س تنتمي لحاء. ايش يعني س تنتمي لحاء؟ جميل. المجال هذا ايش؟ هذا المجال. يعني حاء مجالها ايش؟ حاء. فيش اطراف يعني. فيش اطراف. طيب بدنا نشتق هذا عشان اشتقه بحوله داخل على الخارج. يعني قاف س اولا بتساوي س ناقص 4 بس 2 2 على 3. اشتق هسه قاف فتحه للس تساوي 2 على 3 س ناقص 4 1 ناقص 4 2 ناقص 3 سالب 1 على 3. مشتقه القوس ايش؟ 1. اقلبها هسه رجعها هيك صورة كويسة
تصير عندك فوق 2 على 3 في الجذر التكعيبي تسين ناقص تسين ناقص 4. تمام هيك؟ فيها مشكلة هاي؟ لا. هسه قاف فتحة تساوي صفر، قاف فتحة تساوي صفر لما البسط يساوي صفر، البسط عندك 2، هسه 2 تساوي صفر؟ لا طبعا. وقاف فتحة غير موجودة عند الأطراف لما الأطراف أطراف ما فيش هون أطراف، لما المقام يساوي صفر، المقام يساوي صفر تاخذ مين طبعا؟ سين ناقص 4 يساوي صفر، سين تساوي ايش؟ 4. سين تساوي 4، إذا طلعت سين تساوي 4 بس. هسا نحدد إشارة قاف فتحة، إشارة قاف فتحة عندك من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، نحط بس مين؟ الأربعة. حدد إشارة قاف فتحة، وين هي قاف فتحة؟ هيها. هي بدهاش تعويض هاي بيني وبينك يعني، هي بدهاش ايش؟ تعويض، لأن الإشارة عندك سين ناقص 4 بس هي اللي بتحدد الإشارة. سين ناقص 4 بس هي اللي راح تحدد الإشارة. 2 ما بتفرق في الإشارة لأنها موجبة، والثلاثة ما بتفرق في الإشارة موجبة، والجذر التكعيبي برضو ما بيفرق في الإشارة، فالإشارة بتعتمد على سين ناقص 4. طبعاً هاي جبنا صفرها، صفرها شو طلع؟ 4. على اليمين نفس إشارة سين، شو إشارة سين؟ موجب، وعلى الشمال ايش؟ سالب. مفهومة؟ تحديد الإشارة هون مفهوم؟ ها؟ مفهومة هاي؟ طيب. طبعاً هون عندك بيصير تناقص ايش؟ تزايد، فبتكتب تناقص من وين التناقص؟ من سالب ما لا نهاية للأربعة تزايد مكتوبة زي ما تحتنا على إنه أو تحتيها، كل واحدة تحتيها أو جنبها مش رح تفرق، وتزايد من أربعة لوين؟ لما لا نهاية، من أربعة لوين؟ لما لا تزايد ما ينفعش الحال صح؟ الحال بس لما يكون الإشارتين نفس الشيء هذا في واحدة تناقص واحدة تزايد يا عبد الله خلص ما هو بتعرف اليوم اليوم ما بعرف اليوم هو هذا الرسم اليوم طيب ماشي في أسئلة يا جماعة لحد الآن ها في أسئلة تمام الأمور ماشية طيب ها كم لسه القيم القصوى ما خدناش اقعد ساكت اقعد ساكت قلت لي أنو سؤال هسه بدك؟ في واحد زيه في الدوسية صفحة 54 خدنا زيه اللي هو جذر 4 ناقص سين تربيعات ناخذ ح جتا س ناقص نص جتا 2 س ماشي ناخذ السؤال هذا يلا ايش ما بيجينا اسئله بنحل ايش ما بيجينا اسئله بنحل هسه بناخذه جتا س اخذنا جيب جتا قبل هيك هاي جتا س ناقص نص نص جتا 2 س نص جتا 2 س كل س تنتمي س تنتمي لصفر و2 باي طيب ماشي يا جماعه بلش اطراف في اطراف في ايش اطراف هاي قاف فتحه غير موجوده س تساوي صفر وس تساوي تفضل السلام عليكم سين تساوي حاطين عندي شيء بس بتيجي بدري هون بقلم ايوه ماشي هاي كمان احنا كلام في مساحه عندك تمام خذ هاي احلى مساحه لا في مساحه ما فيش هناك مساحه طيب معك مين حكى عشان طيب طيب قاف فتحه غير موجوده س تساوي صفر وس تساوي ايش؟ 2 باي هاي اول شغله اشتقوا ولا ايش؟ ايش رايكم؟ يلا اشتقوا يا جماعه قاف فتحه للسين سهل جيب السين شو مشتق جتا س؟ سالب جيب س طب مشتق نص جتا 2 س؟ زائد بتصير زائد ماشي النص زي ما هو ومشتق جتا 2 س حطينا السالب وهون مع السالب بصير جيب 2 س ضرب 2 ضرب 2 النص بروح مع مين؟ مع 2 اللي هي صارت المسألة سالب جيب س زائد جيب 2 س واتفقنا
انه جيب 2 سين هاي حولها كالتالي سالب جيب سين زائد جيب 2 سين 2 جيب سين جتا سين جيب 2 سين 2 جيب سين جتا سين. طيب هاي اشتقينا ايش اعمل هسه اسويها صفر قاف فتحه يساوي صفر قاف فتحه يساوي صفر معناته سالب جيب سين زائد 2 جيب سين جتا سين يساوي صفر. خذ جيب عامل مشترك جيب سين عامل مشترك شو بضل عندك هون سالب 1 زائد 2 جتا سين يساوي صفر. تاخذ الجيب الان لحالها بتساوي صفر جيب سين يساوي صفر جيب ايش جيب ايش يساوي صفر معناته سين تساوي مفروض احط هون صفر الصفر مالها طرف ما تكتبها هون الطرف ما تاخذه عند المساواة بصفر خلاص طيب الجيب يساوي صفر عند الصفر وعند الباي بس وعند الاثنين باي الاثنين باي مالها طرف خذهاش هون اذا سين يساوي باي. طيب اخذ الثانية يساوي بصفر سالب واحد زائد اثنين جتا سين يساوي صفر يعني جتا سين تساوي نص معي؟ جتا ايش؟ جتا ايش تساوي نص؟ الباي على 3 جتا 60 صح؟ جتا 60 ال 60 في الربع؟ الأول وفي الربع؟ الرابع الأول والرابع ليش؟ لأن الجتا موجب في الأول وفي الرابع إذا عندك هون في الأول 60 في الأول 60 في الأول بتضلها ايش؟ بتضلها 60 و60 في الرابع اللي هي عبارة عن 300 قديش؟ 5 باي على 6 300 إذا عندك هون السين بتساوي 60 اللي هي باي على 3 5 باي على 3 4 باي 5 باي على 3 احنا ليش نتطاوش؟ سين تساوي 300 ضرب باي على 180 إما بتساويها زي هيك أو بتكتب سين تساوي هون 3 باي على 2 زائد 30 أو 2 باي ناقص 60 2 باي ناقص 60 اللي هي باي على ايش؟ على 3 واحد المقامات على 3 في 3 3 ب 2 6 6 باي ناقص باي 5 باي على 3 قطاع عسلت فيها ماشي هيك؟ إذا سين تساوي باي على 3 وسين تساوي 5 باي على 3 طيب هسه بتحط الخط هذا تبعي اللي هي كم 5 باي على 3 حكينا؟ 300 خلاص؟ خلص طيب الخط تبعنا؟ ماشي اللي هو من وين لوين؟ من صفر ل 2 باي من صفر ل 2 باي وفي عندنا طلع 60 اللي هي باي على 3 وباي وطلع باي 180 5 وال 300 اللي هي 5 باي على 3 بدنا نحدد الاشارات الان سهلة طيب وين القاف فتحة؟ خط فتحة اللي هي شو اسمها؟ وينها؟ سالب جيب سين في 2 جيب سين جتا سين وين القاف فتحة؟ سالب جيب سين في 2 جيب سين اللي هي هاي؟ هاي خذ هاي هاي خذ هاي خذ هاي وناخذ هاي خذ هاي هاي قاف فتحة هاي قاف فتحة مش هاي قاف فتحة؟ اللي هي عبارة عن جيب سين في سالب 1 زائد 2 جتا سين طيب الربع الأول موجب انا في الربع انو؟ الاول من صفر لكام؟ باي على 3 في الربع الاول في الربع الاول الجيب موجب طلع الجتا موجب طيب والجتا موجب طيب موجب بسالب موجب ضرب 2 موجب نعم طيب يا جماعة خليكم معي يا جماعة خليكم معي هاي الجيب موجب انسى ما راح تأثر في الإشارة من صفر لباي على 3 باي على 3 اللي هي كام 60 صح؟ خذ مثلا ال 30 خذ الزاوية ايش؟ 30 من صفر ل 6 خذ 30 شو جذر 30؟ جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 يعني سالب 1 زائد 2 ضرب جذر 3 على 2 2 مع 2 صارت سالب 1 زائد جذر 3 الإشارة للأكبر صح ولا لا؟ مين الأكبر الواحد ولا جذر 3؟ واحد
بالله عليك جذر ثلاث جذر ثلاث اكبر من الواحد معناته الاشاره الجذر ثلاث معناته الاشاره ايش موجب انو الاكبر يا جماعه واحد ولا جذر ثلاث ربع شو تربيع الواحد واحد شو تربيع جذر ثلاث ثلاث مين الاكبر واحد ولا الثلاث عددين ما انتش عارف مين الاكبر فيهم واحد فيهم جذر ربعهم اول ادبي مش راح ينفع هذا كمان الادب هذا خليك معي اس من بايع على ثلاث من بايع ثلاث لباي من بايع ثلاث لباي شو اخذ من بايع ثلاث لباي يعني من 60 بايع اثنين من 60 ل 180 خذ احلى ايش كم 90 احلى ايش 90 بايع على اثنين طيب جاب 90 صفر صفر اثنين بصفر صفر ضل مين سالب واحد طب جيب التسعين واحد واحد بسالب واحد سالب اذا هاي سالب طيب عندك هسه من المية وثمانين للتلتمية ثلاثة باع اثنين اخذ 270 اخذ 270 عوض لل 270 جاد ال 270 برضو صفر طب جيب ال 270 سالب واحد سالب واحد بسالب واحد واحد يعني الشرع ايش خلص اللي بعده سالب طول فيها هاي لسه بعدها عشان تتعوض بس طيب احنا حكينا هون 300 حكينا هون لحد هون 300 بين ال 300 وال 360 خد 330 330 300 وايش و30 اللي هي زاويه المرجع لها كم 30 زاويه المرجع لها 30 طيب جيب ال 30 نص بس سالب لان احنا في الربع الرابع اذا هون في سالب نص وهون سالب واحد زائد 2 جتا جذر 3 على 2 جذر 30 جذر 30 جذر 30 جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 هسه 2 مع 2 سالب 1 زائد جذر 3 هذا يطلع موجب ولا سالب موجب يطلع موجب وبرا في سالب سالب تمام طيب هاي تحديد الاشاره هاي تحديد الاشاره اذا هون عندك تزايد تناقص انا ما حكيتش ايش تعمل لازم تقول تزايد اذا هون تزايد من وين لوين من صفر لبايع ثلاث و من باي لخمسة بايع ثلاث موجب سالب موجب سالب حاجة بتنفع اذا زلك تسويها بيسوي بصير هيك تناقص تناقص من وين؟ من بايع ثلاث لباي ومن شو اسمه خمسة بايع ثلاث باي وعندك من خمسة بايع ثلاث لوين؟ لاثنين باي ماشي؟ ماشي يا جماعة؟ طب اشمعنى أستاذ خدت هاي؟ القاف فتحة خدت هاي؟ طب لو كنا خدنا نفس الشيء لو كنا خدنا قطعه هاي سالب جيب سين وجيب 2 سين انا حكيت لكم من اول ما انت كنت جي سالب جيب سين وجيب 2 سين هاي والوي والفوي لو كنا خدنا هاي اسهل جرب يا سيدي انت مش رح تفرق معك جرب ضل هيك يعني ايش ما تاخذش الحل انه حاول يكون عندك طب انا لو عملت هيك طب لو سويت هيك طب ليش هيك انا مسوي يعني طيب حل السؤال ده جاده تربيع سين ناخذ جاده تربيع سين ولا خدنا جاده تربيع سين خدنا جاده تربيع سين سهل حكينا عليها طيب ناخذ اقترانات متشعبه متشعشبه نشعشب الامور شوي خلينا ناخذ هذا تاع السلسله ولا مو نفس الجدول نفس السلسله هذا الها شو السلسله ليش ما بده شيء طيب ناخذ متشعب خلينا ناخذ ايش متشعب هاي في عندي مثال أربعة مثال أربعة هاي اقتراب متشعب. ما هي مرة خاصة لا اسمه. لا أربعة في الكتاب ولا في الزي. الكتاب الكتاب متشعب اقتراب متشعب هاي. اللي هو أنو أستاذ. مثال أربعة في الكتاب اقتراب متشعب مثال أربعة في الكتاب اقتراب متشعب بحكي لك إذا كان قاف سين يساوي هاي سين تربيع زائد ستة سين زائد أربعة وبعطيك هون سين أصغر من أو يساوي صفر وهون صحيح سين زائد أربعة وسين أكبر من صفر وأقل من واحد وهون مطلق ثلاثة سين
زائد واحد هون سين اكبر من او تساوي واحد. صدق هذا السؤال في كتاب الاول ثانوي اعاده تعريف، هذا في كتاب الاول ثانوي علمي نفس السؤال، بس شو جايبين له اياه؟ جايبينه عندهم في الاول ثانوي اعاده تعريف الاقتران، اعاده تعريف الاقتران نفسه في كتاب الاول ثانوي، عشان بس توجيه يعرفوا شو كانوا في الاول ثانوي عشان يتندموا شوي، يتندموا انه قولوا كنا في الاول ثانوي. يبقى هذا نفس السؤال هذا في كتاب الاول ثانوي اعاده تعريف، وانت هسه توجيه ايش بدنا اول خطوه؟ اعاده التعريف. فالاعاده التعريف اللي شاطر فيها كان ما علينا، المهم نعمل اعاده تعريف هسه. السطر الاولاني هذا بده اعاده تعريف ايش؟ يا سلام هذا حلو، هذا السطر تبعنا حسطنا اللي ما بده ايش، يبقى هذا ما بده ايش. اذا ق س يساوي السطر الاول زي ما هو س تربيع زائد 6 س زائد 4 س اصغر من او يساوي صفر. نيجي للسطر الثاني اللي هو اكبر عدد لام تساوي واحد، اكبر عدد صحيح اللي هو ايوه س زائد 4، عندك س اكبر من صفر واصغر من ايش؟ من واحد. اول شيء بنطلع لام طول الفتره واحد، بعدين نقطه الاسناد تطلع س صفر تساوي صفر، نقطه الاسناد س يساوي صفر، بلش من صفر لا واحد. لا واحد بس راح نحتاج بس من صفر لواحد. ليش من صفر لواحد؟ مو معقول من صفر لواحد، خلاص بتكتب فترة واحدة س أكبر أصغر من صفر لواحد، المساواة على اليمين، المساواة وين؟ على اليمين، عوض بالصفر، صفر زائد أربعة أربعة. هاي عملنا إعادة تعريف، بدك تشوف تقارن البداية مع البداية اللي بده إياها، والنهاية مع النهاية اللي بده إياها. هو بده صفر، هاي صفر، الصفر اللي بده اياه ما فيش عنده مساواة، احنا شو كاتبين؟ مساواة، شو نعمل؟ شيلها شيلها. طيب الواحد ما فيش عنده مساواة والواحد اللي هون ما فيش عنده مساواة. ماشي؟ بس تكتبها فوق. اللي ما بيعرف يعمل اعادة تعريف لأكبر عدد صحيح يرجع لفيديوهات الأول ثانوي علمي، يتابع فيديوهات إعادة التعريف، درس أكبر عدد صحيح في الاقترانات، درس الاقترانات إعادة تعريف أكبر عدد صحيح. والمطلق كمان في إعادة تعريف للمطلق. المهم فهاد شو بيصير؟ بصير 4 س اكبر من صفر اصغر من واحد واصغر من ايش؟ من واحد. نيجي للمطلق اسهل، هذه كلها إعادة تعريف زي ما هو زي ما هو. استنى شوي زي ما هو 3 س زائد 1، عندك هون س اكبر من او يساوي واحد، هاد سويه بصفر، 3 س زائد 1 يساوي صفر، تطلع س تساوي سالب 1 على سالب 1 على 3. لما تحط هون سالب 1 على 3 اشار على الجهه هاي موجب، على الجهه ايش؟ سالب. وبده انو جهه؟ س اكبر من او يساوي 1. وين اكبر من او يساوي 1؟ وين الواحد؟ الواحد هون. طب وين اللي اكبر من الواحد او يساوي 1؟ على الجهه هاي. كلياتها ايش؟ موجب. موجب كلياتها موجب، معناته تشيل المطلق حط 3 س زائد 1، وهون س اكبر من ايش كاتبين زي هيك؟ ها س اكبر من او يساوي ايش؟ 1. تمام، هذا الشغل اللي احنا عملناه ايش هو؟ اعاده التعريف. هسه نبلش الحل تبعنا، طبعا عندك هون لما نحدد المجال، عشان تشوف شو في اطراف ولا فيش اطراف، بدك تشوف في اطراف ولا فيش اطراف. طبعا هون شو مكتوب؟ س اصغر من ايش؟ صفر. اصغر من صفر، هون صفر، هيك س اصغر من صفر. تمام. وهون من صفر لكام؟ لواحد. لواحد، اللي هي المنطقة هاي. وهون س اكبر من ايش؟ من واحد. وين اكبر من واحد؟ اذا المجال شو طلع؟ حال. هاي مغطي، اصغر من صفر، اكبر من واحد، واللي ما بينهم المجال، حال. احكيها كمان مرة؟ شو مكتوب هون؟ س اصغر من او تساوي صفر، هاي الصفر اصغر من او تساوي صفر على الشمال. من الصفر لوين؟ للواحد. من الصفر للواحد اللي هي من هون المنطقة هاي، من صفر للواحد. س اكبر من او يساوي واحد، يعني الواحد الى ما لنا. اذا المجال طلع ايش؟ حال، المجال حال. طب بعد ما نحدد المجال بدي الاتصال عند التحول. قبل ما نشتق المتشعب، شوف للاتصال عند التحول. التحول اللي هو مين؟ صفر واحد، الصفر والواحد. شوف للصفر، والله هاي الصفر، عوض صفر يطلع ايش؟ أربعة. صفر أربعة، إذا قاف متصل مبتصل عند
عندها صفر ماشي عندها سين ساو صفر. طيب شوف اللي عند الثلاث عند الواحد عفوا عند مين؟ عند الواحد عوض الواحد ثلاثة بواحد ثلاثة زائد واحد أربعة وهون الواحد برضو كام؟ أربعة يبقى متصل عند سين يساوي واحد يعني قاف متصل على مجاله أو على حاء قاف متصل على مجاله أو على حاء بدك تشوف الاتصال أولا ليش بشوف الاتصال؟ عشان لو في نقطة عدم اتصال أخذها مع النقط الحرجة أخذها مع النقط إيش؟ الحرجة طيب هاي شوفنا الاتصال على السريع هسا بنشتق اشتق يلا قاف فتح على السين يساوي 2 سين زائد 6 نشيل المساواة سين أصغر من صفر الأربعة صفر وسين أكبر من صفر وأقل من إيش؟ من واحد والثلاثة سين زائد واحد ثلاث سين أكبر من إيش؟ من واحد هاي اشتقيت بعد ما تشتق تشوف للمشتقة عنده التحول شوف للمشتقة وين؟ عند التحول يبقى المشتقة عند التحول وين التحول عندك؟ عند الصفر مشتقة عند الصفر قاف فتح على الصفر من اليمين قاف فتح على الصفر من اليمين وقاف فتح على الصفر من الشمال من اليمين طلعت ايش؟ صفر طب من الشمال طلعت صفر اذا مش متساويات اذا قاف فتح على الصفر غير موجودة يبقى قاف فتحة غير موجودة وين غير موجودة؟ عند سين تساوي صفر هاي راح ناخدها معنا طبعا نقاط الحرجة من النقاط الحرجة شوف لي التحول عند مين؟ عند الواحد قاف جزر متصل قاف فتحة للواحد من اليمين قاف فتحة للواحد من الشمال سين أكبر واحد ثلاث سين أصغر واحد صفر مش متساويات إذا قاف فتحة للواحد غير موجودة غير موجودة معناته عند سين ساوي صفر وعند سين ساوي واحد غير موجودة هاي شفنا الغير موجودة تمام بعدين أطراف تساوي صفر أطراف لا شو ناخذ هسه قاف فتحة يساوي صفر قاف فتحة صفر قاف فتحة يساوي صفر قاف فتحة يساوي صفر بناخذها سطر سطر خذ السطر الأولاني اللي هو 2 سين زائد 6 يساوي صفر تطلع سين تساوي سالب 3 هسه سالب 3 تنتمي لسين أصغر من صفر تنتمي إذا هاي كمان واحدة سين تساوي سالب 3 طيب خذ السطر الثاني السطر السطر الثاني صفر يساوي صفر صفر يساوي صفر بس ما هي معنى لا استنى شوي صفر يساوي صفر صفر بيساوي صفر معناته الفترة هاي كلياتها حرجة الفترة هاي كلياتها ايش حرجة ما هيها في الفترة هاي المشتقة مالها تساوي صفر يعني المشتقة بتساوي صفر عندك في الفترة هاي كلياتها اللي هي من صفر لكام لواحد يعني الفترة هاي كلياتها بتاخدها من صفر لويش لواحد يبقى هاي حرجة فترة كلياتها حرجة الفترة كلياتها ايش حرجة معي يا جماعة ليش عيدها لا لأن المشتقة بتساوي صفر عند الفترة هاي كلياتها كل الفترة بتساوي صفر ناخد السطر الثالث هسه ثلاث ما بتسويش صفر ثلاثة تساوي صفر لا اذا السطر الثالث هذا ايش على الفاضي معي حد الان هي طلعنا قيم السين اللي بدنا اياها اللي هي ايش طلع معنا الصفر والواحد وطلع مين السالب 3 فتره من صفر لواحد كلياتها حرج طيب ماشي هذا كيف نرسم القصه هاي وين بدي امحي عدد التعريف امحي عدد التعريف هنحط الان خط الاعداد عشان نشوف كيف بدنا نحدد مين الاشارات يبقى انا عندي من وين لوين يا جماعه من سالب ما لا نهايه الى ايش الى ما لا نهايه انتبه معي الان من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه صليتوا على النبي يا جماعه شو الاعداد اللي بدي احطها على الخط سالب عندك سالب 3 وصفر واحد انتبه علي سالب 3 صفر واحد وصفر واحد ها تحديد الاشاره تحديد الاشاره هون بدي احدد الاشاره لما تكون سين اصغر من سالب 3 وين سين اصغر من سالب 3 سين اصغر من صفر اشارتها من وين بنجيب سين اصغر من سالب 3 اللي هي من عند اشاره سين اصغر من صفر يبقى هاي اللي بتحدد اشاره سين اصغر من سالب 3 صح اه
وهي نفسها بتحدد الإشارة برضو إيش؟ عند الصفر. عند الصفر صح ولا لا؟ صح. يعني هاي الفترة هاي اللي هي 2 سين زائد 6 هي اللي بتحدد الإشارة في حالة سين أصغر من صفر. في حالة سين أصغر من صفر هاي اللي بدها تحدد الإشارة. طيب كيف أحدد الإشارة من هاي 2 سين زائد 6؟ بكتب 2 سين زائد 6 تساوي صفر، سين تساوي سالب 3. إذن الإشارة سالب 3 لما يكون أكبر من سالب 3 الإشارة إشارة سين موجب، وأصغر من سالب 3 سالب. إذن هون من سالب 3 للصفر موجب، والأصغر من سالب 3 إيش؟ فبينفع الواحد يعوض صح؟ ممكن ينفع تعوض، ما في مشكلة عوض. عندك أصغر من سالب 3، شو أصغر من سالب 3؟ سالب 4. بس وين عوضها؟ هون 2 بسالب 4 سالب 8، سالب 8 زائد 6 سالب. طب من سالب 3 لصفر خد لك عدد من سالب 3 لصفر، سالب 2 سالب 2، وين عوض برضه؟ عند س أصغر من صفر سالب 2، 2 بسالب 2 سالب 4، سالب 4 زائد 6 2 موجب. طيب من صفر لواحد؟ ايوه ايوه من صفر لواحد ايش؟ صفر، لا موجب ولا سالب، لا موجب ولا سالب، صفر. طب أكبر من الواحد، س أكبر من الواحد شو؟ موجب 3 يعني موجب. معي يا جماعة؟ تناقص طيب. تزايد تناقص تزايد تزايد ثبوت ثابت تزايد معي هيك؟ ها اكتب الآن الفترات يبقى متزايد أو متناقص أول شيء ها متناقص في الفترات من سالب ما لا نهاية لسالب 3 وعندك فيش تاني صح؟ متزايد أو تزايد من سالب 3 لصفر وعندك كمان تزايد من 1 لما لا نهاية وعندك ثابت نكتب ثابت كمان من صفر لواحد شو رأيك؟ من صفر لإيش؟ لواحد نعمل حالنا مش شايفينها يعني ولا إيش؟ لا يعني مش أو لا تزايد تناقص ثابت تزايد تناقص ثابت هذا بالنسبة لمين؟ للمتشعب هذا طيب هات لك أستاذ كمان واحد متشعب هاي متشعب في هاي في متشعب في الأسئلة الدرس في متشعب يبقى تاني على السريع على السريع خط س يساوي أول خطوة إعادة تعريف إعادة تعريفات صار 4 إعادة تعريفات صار زي ما هو 3 س زائد 1 موجب طب ماشي بما إنه اقتران متشعب على السريع ابحث الاتصال على السريع ابحث الاتصال يعني الخطوة هاي لو ما كتبتها ما في مشكلة بس اتأكد انه متصل اتأكد انه ايش متصل طيب عند الصفر عوضنا طلع 4 عوضنا طلع 4 متصل عند الصفر عند الواحد عوضنا طلع 4 عوضنا طلع 4 متصل عند الواحد وهذا كثير حدود ثابت كثير حدود اذا كلها تطلع متصل على حاء متصل على ايش على حاء طيب بعد ما نبحث الاتصال ايش بنعمل نشتق اشتقينا وشلنا المساواة بعد ما تشتق على طول تشوف المشتقة عندها تحول طلعت المشتقة عند الصفر غير موجودة مشتقة غير موجودة عند س يساوي صفر وعند الواحد برضه قاف فتحة الواحد من اليمين غير موجودة زين س يساوي واحد هاي أول نقط حرجة بعدين بنساوي المشتقة بصفر قاف فتحة يساوي صفر تاخذهم سطر 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 السطر الأولاني طلعت 2 س زائد 6 يساوي صفر س يساوي سالب 3 سالب 3 تنتمي لس أصغر من صفر أخذناه السطر الثاني صفر هذا يساوي صفر صفر يساوي صفر صفر يساوي صفر معناته الفترة هاي كلها من صفر لواحد تعتبر حرجة من صفر لواحد تعتبر ايش؟ حرجة طيب الأخير ثلاث ثلاثة تساوي ايش؟ صفر رسمنا حددنا الإشارة عندك من سالب ثلاثة لسالب ما لا نهاية بتحدد الإشارة خذ عدد أصغر من سالب ثلاثة سالب أربعة وين عوضه طيب؟ هون عوضنا سالب أربعة طلع الجواب ايش؟ سالب طب من سالب 3 لصفر خد عدد بين سالب 3 وصفر برضو بدك تعوضه هون لانه سين اصغر من صفر طب من صفر للواحد من صفر للواحد الاشاره اصلا ايش صفر طيب اكبر من الواحد كم المشتقه بتساوي 3 يعني موجبه وكتبنا التزايد والتناقص وايش وثابت طيب في عندي كمان سؤال في اسئله الدرس برضو متشعب بس ما فيش فيه اعاده تعريف متشعب بدون متشعب بدون إعادة تعريف. سؤال 100 سؤال أول. ماشي؟ طيب
ناخذ السؤال هذا هي ق س يساوي فرع ط هي فرع ط السؤال الاول فرع ط ق س يساوي 3 ناقص س تربيع س اصغر من او يساوي 1 2 على س وس اكبر من ايش اكبر من 1 تبع ما هيك اول ايش بدك تحدد مين الاتصال لا قبل الاتصال قبل الاتصال المجال قبل الاتصال مين المجال قبل الاتصال المجال هون س اصغر من 1 وهون س اكبر اصغر من 1 واكبر من 1 يعني مجال ايش ح المجال ح المجال ح طيب نبحث الاتصال الاتصال شوف لي الاتصال 1 الاتصال عند الواحد 3 ناقص 1 2 طب هون 2 على 1 2 متصل عند الواحد طب هذا متصل لانه كثير حدود هذا متصل ما عدا اصفار المقام لانه اقتران ايش نسبي طب شو اصفار المقام س تساوي 0 هسه الصفر ينتمي لس اكبر من 1 لا معناته متصل معناته ايش متصل معناته ق متصل على ح ها ق متصل على ح مشتق هسه اشتق يبقى ق متصل على ح يبقى حتى الاتصال ق فتحه للسين سالب 2 س اشتقوا يا جماعه 3 ناقص س تربيع سالب 2 س س اصغر من 1 2 على س سالب 2 على س تربيع س اكبر من 1 واول ما تشتق شوف لي المشتق عند التحول المشتق عند التحول جيب لي ق فتحه للواحد من اليمين من هون صح؟ آه. سالب 2 على 1 تربيع شو بتطلع؟ سالب 2 وق فتحة للواحد من الشمال سالب 2 ب 1 تساوي سالب 2 إذا ق فتحة تساوي سالب 2 ق فتحة للواحد تساوي سالب 2 عادي ما بتعطيش شيء هاي ولا شيء خلاص؟ طيب الآن نيجي لق فتحة تساوي صفر ق فتحة تساوي ايش؟ صفر ق فتحة تساوي صفر خذ الفرع الاولاني صفر سالب 2 س تساوي صفر معناته س تساوي صفر صفر تنتمي لس اصغر من الواحد يعني س تساوي صفر خذ الفرع الثاني سالب 2 على س تربيع طب هذا بسط وايش؟ مقام بسط المقام البسط سالب 2 يساوي صفر؟ لا. لا المقام س تربيع يساوي صفر تطلع س يساوي صفر هسه س يساوي صفر تنتمي لس اكبر من واحد؟ لا لا يبقى على الفاضي لا تنتمي حط الخط اذا كل هذا شو طلع معي بس؟ س يساوي ايش؟ صفر س يساوي ايش؟ صفر حط الخط هاي س تساوي صفر عندك من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه حدد الاشاره يلا في حالة س أصغر من إيش؟ أصغر من صفر. في حالة س أصغر من صفر. طيب وين س أصغر من صفر؟ في عنده هون س أصغر من الواحد. في عنده هون س أصغر من الواحد. ماشي هيك؟ برضه هون. إذا هون بيجي واحد صح؟ ممكن أحط هون الواحد. أشوف الإشارة عشان أعرف الواحد هذا شو قصته. في حالة س أصغر من الواحد. من الصفر للواحد. من الصفر للواحد. خذ نص. سالب 2 من نص راح تطلع الإشارة سالب طيب أصغر من صفر سالب 1 موجب سالب 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 موجب معي يا جماعة؟ طيب عندك هون س أكبر من الواحد س أكبر من الواحد راح تطلع الإشارة إيش؟ موجب سالبة راح تطلع الإشارة إيش؟ سالبة برضو سالبة إذا الإشارة الآن الإشارة من سالب ما لا نهاية لصفر إيش؟ موجبة ومن صفر لما لا نهاية؟ سالبة الإشارة إيش؟ سالبة طيب إذا طلعت معنا من واحد هيك كان موجبة يعني مش عارف هسا تفهمت كيف صارت؟ تفهمت كيف صارت؟ عندك هون لما تحدد إشارة قاف فتحة لما نحدد إشارة قاف إيش؟ قاف فتح طلع عنده هون سين أصغر من الواحد طب هو اصغر من الواحد يعني هون الواحد تقريبا بيجي صح؟ فعندي اصغر من الواحد في من واحد لصفر وفي من صفر ونازل طب من واحد لصفر او من صفر لواحد خذ النص مثلا عوض النص سالب 2 بنص راح تطلع الاشاره سالبه
طيب خذ اصغر من الصفر سالب واحد، سالب اثنين بسالب واحد تطلع موجب. طيب اكبر من الواحد هسه خذ اكبر من الواحد، خذ اكبر من الواحد ها اكبر من الواحد هون تتحدد من هون، خذ اثنين سالب اثنين على اثنين تربيع تطلع الاشاره ايش؟ سالبه. اذا الجهه هاي موجب سالب والجهه هاي ايش؟ سالب. معناته هون تزايد من سالب ما لا نهايه لصفر، وهون تناقص من صفر لايش؟ لما لا. ماشي يا جماعه هاي سهله ولا ايش؟ طيب هاي طاء ناخذ ياء ولا زيها بالضبط ياء؟ نفس طيب خلينا ناخذ اياها كمان بما ان فيها ناخذها، خلينا ناخذها هاي السؤال يا برضه متشعب. السؤال يا متشعب 4 ناقص س تكعيب ق س يساوي 4 ناقص س تكعيب، وعندي هون سين اصغر من واحد برضه تحت 3 على سين، هون سين اكبر من او يساوي 1. طيب ما اختلف شيء هذا السؤال ولا اختلف؟ بس نشوف يمكن يختلف. صليتوا على النبي يا جماعه. الاتصال خلينا نشوف مين، خلينا نشوف الاتصال. عندي الواحد 4 ناقص 1 3، 3 على 1 ثلاث. طيب هذا اقتران نسبي، شو اصفر المقام؟ صفر. صفر تنتمي لسين اكبر من الواحد؟ لا لا، اذا هذا متصل على ايش؟ على ح. متصل يبقى متصل على ح. هسه نشطر ق فتح على السين يساوي، اشتقوا يا جماعه شوف، 4 ناقص س تكعيب سالب 3 س تربيع، وهذا س اصغر من الواحد، وهذا بصير سالب 3 س تربيع على س تربيع س اكبر من الواحد. المشتقة عند التحول ق فتحه للواحد من اليمين وق فتحه للواحد من الشمال، المتصل من اليمين سالب 3 على 1 تربيع سالب 3، سالب 3 ب 1 تربيع برضه ايش؟ برضه سالب 3. متساويات، اذا ق فتحه للواحد تساوي سالب 3. طيب هذا المشتق عند التحول يساوي صفر، تساوي صفر ق فتحه يساوي صفر، ق فتحه يساوي صفر. خذ للفرع الاولاني سالب 3 س تربيع تساوي صفر، تطلع س تساوي صفر، صفر تنتمي لس اصغر من واحد؟ اه اذا هاي س تساوي صفر. خذ للفرع الثاني سالب 3 على س تربيع، هذا بسط مقام، بسط وايش؟ بسط ومقام. البسط سالب 3 لا تساوي صفر. طب المقام س تربيع تساوي صفر، س تساوي صفر، صفر تنتمي لس اكبر من واحد؟ لا تنتمي. اذا شو ال بس س يساوي صفر، بس س يساوي صفر. لما نرسم هون عندي صفر وسالب ما لا نهايه، عوض اصغر من صفر ما لا نهايه. شكله يا جماعه برضه في عندي قط فتحه فيه هون ايش؟ واحد. الواحد هذا وين بيجي الواحد؟ هون. ماشي؟ بس نستخدمه في تحديد ايش؟ تحديد الاشاره، بس تحديد الاشاره. طيب عندك اصغر من صفر، اصغر من صفر من وين نحدد الاشاره؟ من عند سين اصغر من واحد صح؟ من عند سين اصغر من ايش؟ من واحد. سين اصغر من واحد عوض اي عدد؟ سالب واحد. عوض اصغر من صفر؟ واحد. شو اصغر من صفر؟ سالب واحد. سالب. سالب واحد تربيع؟ واحد. واحد بسالب ثلاث؟ سالب. اذا المنطقه هي سالب. صفر والواحد. بين الصفر والواحد خذ نص مثلا. سالب ثلاثة بنص تربيع رح تطلع ايش؟ سالب. هون سالب. طيب من واحد لما لا نهاية خذ مثلا اثنين، وين عوضها؟ هون، لانه سين اكبر من ايش؟ من الواحد، اكبر من الواحد بدك تعوضها هون. خذ اثنين مثلا سالب 3 على 2 تربيع تطلع برضه ايش؟ سالب. مع السلامة للواحد، هذا طلع كلياته ايش؟ سالب. طلع كلياته سالب. يعني إذا قاف متناقص على حال.
على حال. بدك تحط الهاي يا اما بتكتبها هيك يا اما بتكتب واحد متناقص 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 كله نفس الشيء خلص واحده بس متناقص يبقى متناقص على ايه؟ على حال. فهمتوا هذا يا جماعه؟ في مشكله في السؤال هذا؟ لا. هذا اللي هو سؤال ايش؟ سؤال يا 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 طيب يا 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 3 ناقص سين اخذناه يا خلينا ناخذ الثابت هذا اللي حاضر 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 ناقص على حال طيب في سؤال عندي الان شوفوا الان اللي بيطلع غير متصل اذا طلع اشي واحنا نحل غير متصل غير متصل هيو راح يطلع هون عندي اشياء الان غير متصل طيب وفي عندي شغلات هون كمان اسئله ثانيه غير متصل يا سلام 57 خلاص هذا السؤال ناخذ هذا السؤال ماشي 57 يا جماعة عندك في الفيزياء شكله يعني دسم يعني 57 اه ايوه عندي تعريف طيب ماشي 1 ناقص 2 س قاق س يساوي سؤال هذا من برا مش في الكتاب هذا 1 ناقص 2 س سين أكبر من أو يساوي سالب 2 وأصغر من 1 وهون سين أكبر من أو يساوي 1 أصغر من أو يساوي 4 ومعطيك مطلق 2 سين ناقص إيش ناقص 4 2 سين ناقص 4 ناقص 4 تمام طيب أول خطوة إيش هي إعادة التعريف إعادة التعريف طيب ماشي عندك هذا 2 س ناقص 4 مطلق قسم على 2 س تساوي 2 2 س ناقص 4 تطلع س تساوي ايش 2 هون س تساوي 2 اشاره هون موجب وهون ايش سالب بده من وين لوين من 1 ل 4 من 1 ل 4 وين الواحد هون من 1 ل 4 لوين ل 4 اذا صاروا فترتين صح صاروا فترتين بتكتب عندك ق س تساوي اللي فوق ملناش فيه 1 ناقص 2 س س اكبر من او يساوي سالب 2 اصغر من 1 الفتره اللي بعديها س اكبر من او يساوي 1 اصغر من 2 وس اكبر من 2 اصغر من او تساوي 4 حطوا مساواه عند الاثنين وين ما بدك عشان طيب من 1 ل 2 شو الاشاره سالب يعني بصير سالب 2 س ناقص 4 او بتكتب 4 ناقص 2 س خليها سهل ماشي وتحت 2 س ناقص 4 2 س ناقص 4 هاي عملنا اعاده ايش؟ تعريف ماشي هذا ايش؟ اعاده تعريف تعريف بس طيب بلش الان في السؤال اول شيء في السؤال شو بنعمل؟ اتصال طب بشوف المجال مش بنشوف المجال المجال من وين لوين؟ عندك هون شوف من سالب 2 ل 1 من سالب 2 ل 1 وفي من 1 ل 2 من 1 ل 2 وفي من 2 ل 4 من 2 ل 4 اذا وين المجال من سالب 2 ل 4 يبقى المجال سالب 2 ل 4 و4 ايوه في عندك اصغر من سالب 2 في السؤال لا في اكبر من 4 في السؤال لا اذا المجال من سالب 2 ل 4 اذا في اطراف من اول اذا هون شوفي اطراف يبقى قاف فتحة قاف فتحة غير موجودة عند سين يساوي سالب 2 وسين تساوي ايش؟ تساوي 4 وهدول ليش؟ أطراف أطراف طب ماشي بعد الأطراف حددنا المجال وطلعنا الأطراف شو نعمل؟ الاتصال شوف الاتصال خاصة عند مين؟ عند التحول شوف عندك تحول عند الواحد وعند الاثنين شوف اللي الواحد والله هاي الواحد عوض الواحد اثنين بواحد اثنين واحد ناقص اثنين سالب واحد طيب
اثنين بواحد اثنين اثنين ناقص اربعة سالب اثنين سالب اثنين هون في سالب اثنين هذا غير متصل عند مين؟ عند اثنين ماشي؟ يبقى غير قاف غير متصل عند سين تساوي واحد اذا خذ لي هون سين تساوي واحد هذا اول مرة يطلع معنا ايش غير متصل صح؟ هذا تبع غير متصل غير المتصل هاد انتبه لي لشغلة غير المتصل هاد انتبه لشغلة الواحد هذا من اليمين ولا من الشمال هيك؟ يمين من اليمين شوفي مساواة طب من الشمال سين اصغر من واحد هذا من الشمال يعتبر في مساواة؟ لا يبقى غير متصل لا توجد مساواة على الجهة الشمال فيش مساواة على الجهة الشمال يسار الواحد لا توجد مساواة خلاص؟ يبقى شمال الواحد فيش شيء مساواة انتبهوا على الشغلة هاي طيب ماشي نبحث الاتصال عند مين؟ عند الاثنين حط الاتصال عند الاثنين اثنين باثنين اربعة ناقص اربعة صفر اثنين باثنين اربعة ناقص اربعة صفر يبقى متصل عند ايش؟ عند الاثنين اشتقت هسا؟ اشتقت قاف فتحة على السين يساوي واحد ناقص اثنين سين سالب اثنين هون سين اكبر من سالب اثنين اصغر من واحد اشتق لي هون سالب اثنين سين اكبر من واحد اصغر من ايش من اثنين اشتق لي هون اثنين سين اكبر من اثنين اصغر من اربعة طلع يبقى سالب اثنين سالب اثنين اثنين ماشي هيك يا جماعة هسا بنشوف المشتقة وين عند التحول المشتقة عند التحول يبقى المشتقة عند التحول عند الواحد الواحد اصلا خلصنا منه من زمان لانه غير متصل شوف للاثنين يبقى قاف فتحة للاثنين من اليمين وقاف فتحة للاثنين مش متساويات مش متساويات يعني قاف فتحة للاثنين غير موجودة غير موجودة طب ماشي اذا هون سين تساوي برضو ايش اثنين هاي طلعنا الاثنين كمان الان ضل عندي قاف فتحة يساوي صفر قاف فتحة اسويها بصفر هسا السطر الاولاني يساوي صفر لا السطر الثاني يساوي صفر لا السطر الثالث يساوي صفر لا اذا المشتقة لا يمكن تساوي صفر ارسم خط ارسم خط من الاثنين سالب اثنين للاربعة وفي عندي في عندي سالب اثنين اخذناه وفي واحد واثنين اذا هون واحد واثنين بحدد الاشارة من سالب اثنين لواحد وين من سالب اثنين لواحد؟ سالب. سالب اثنين لواحد شو اشارة المشتقة؟ سالبة طيب من واحد لاثنين برضو سالبة موجبة ومن اثنين لاربعة موجبة انتبه معي الآن انتبه معي الآن مين اللي حكينا غير متصل؟ واحد الواحد غير متصل وين ما فيش مساواة؟ عشماله فيش مساواة؟ عشمال يعني انو جهة؟ هون ولا هون؟ شمال. هون شمال الواحد الآن لما نحط هاي التناقص حط تناقص هيك شمال الواحد حط دورة مفتوحة ماشي هيك عشان انه مش متصل طب من واحد لاثنين برضو تناقص من اثنين لاربعة ايش؟ تزايد فلما تكتب هسه تناقص التناقص من وين لوين؟ من سالب اثنين لواحد انتبه من سالب اثنين لواحد خلي الواحد مفتوحة زي هيك وتناقص طبعا عندك من واحد من واحد لاثنين مغلق الواحد هسه لانه يمين الواحد فيه ايش؟ مساواة لكن بس اليسار بس اليسار تخليها نقطة ايش؟ مفتوحة وتزايد من الاثنين لاربعة مغلق من الاثنين لاربعة مغلق من الاثنين لاربعة ايش؟ مغلق ماشي يا جماعة فهمتوا هذا السؤال 100% مفهوم شو شغلة اللي بيطلع غير متصل هاد شو قصته؟ ايش قصة الغير متصل؟ طيب في عندي هون في عندي رسمة في عندي رسمة قلت لكم الرسومات الرسومات راح ناخذ لها قصص كثير يعني مش ضروري سؤال بقى هذا ايش انو انو سيلو خلناه انو تمام مسائل سؤال بقى بقى مطلق سيلا سؤال مطلق في التمارين والمسائل طيب الرسمة اعطيتك رسومات كثير طول بالك سيبك من الرسمة هاي هسه هذا رسمة واقعة اصلا مش هاي الرسمة يعني
اللي فيها سيبك منها بعدين راح ناخذ رسومات شيء مرتب. طيب هاي بقول لي خذ السؤال هذا مطلق سين تربيع ناقص 9 وسين تنتمي سالب 5 و5 ايش هو هذا بقى في شيء غلط هات سالب 5 و5 ولا سالب 3 و3 سالب 5 و5 ماشي قاف س يساوي مطلق س تربيع ناقص 9 وس تنتمي لسالب 5 و5 اذا هون شو في؟ في اطراف هي في؟ اطراف في اطراف صح؟ في اطراف؟ في اطراف قاف فتحه على طول غير موجوده عند الاطراف اللي هم مين؟ س يساوي سالب 5 وس تساوي 5 طيب هذا ما هو مطلق بده عدد تعريف بده عدد تعريف للمطلقات س تربيع ناقص 9 تساوي 0 بيطلع س تساوي 3 وس تساوي سالب 3 لما نحط خط الاعداد عندك من سالب 3 ل 3 الاشارات نفس عكس نفس السين تربيع مالها موجب سالب موجب معي يا جماعة موجب سالب موجب طبعا هو بده من وين لوين من سالب 5 لوين لخمس كم فترة هدول واحد اثنين ثلاث سين أكبر أصغر سين أكبر أصغر سين أكبر أصغر طبعا عندك أول فترة من سالب 5 لسالب 3 ومن سالب 3 لثلاث ومن ثلاث لخمس السالب 5 عندها مساواة والخمسة عندها مساواة وهذول يعتبروا تحول حط مساواة مما بدك سالب 3 وسالب 3 هاي حط مساواة هون 3 و 3 طيب حط مساواة هون فريش الآن الاقتران س تربيع ناقص 9 في الفترة الأولانية موجب يعني بضل زي ما هو س تربيع ناقص 9 في الفترة الثانية من سالب 3 لغاية سالب يعني سالب خليها سالب س تربيع ناقص 9 ماشي والفترة الثالثة برضه موجب بضلوا س تربيع ناقص ايش؟ ناقص 9 هاي الاقتران تحول لاقتران ايش؟ متشعب ما في مشكلة هذا اقتران متشعب طبعا هذا متصل على ايش؟ متصل على ح متصل او متصل على فترته الفترة اللي هو سالب 5 ل 5 متصل على مجاله متصل على مجاله ماشي؟ طيب هذا قاف متصل قاف متصل على مجاله على مجاله نشتاق قاف فتحة للسين قاف فتحة للسين اشتقوا يا جماعة السين تربيع 2 س والسين تربيع 2 س بس في سالب برا والسين تربيع 2 س هون س اكبر من سالب 5 شلنا المساواة واصغر من سالب 3 هون س اكبر من سالب 3 واصغر من 3 هون س اكبر من 3 واصغر من 5 شوف للمشتق عند التحول وين التحول سالب 3 قاف فتحة لسالب 3 من اليمين وقاف فتحة لسالب 3 من اليسار مش متساويات صح؟ إذا قاف فتحة لسالب 3 غير موجودة إذا هون س تساوي سالب 3 شوف لي قاف فتحة للثلاث برضو في عندك ثلاث تحول برضو قاف فتحة للثلاث من اليمين لا تساوي قاف فتحة للثلاث من اليسار معناته قاف فتحة للثلاث غير موجود اذا هون برضو عندك ايش س تساوي ثلاث هسا بنساوي كل سطر قاف فتحة تساوي ايش صفر لا تنسوا النقطة يا جماعة السطر الاولاني صفر اثنين س يساوي صفر 2 س يساوي 0 معناته س تساوي 0 س تساوي 0 تنتمي لسالب 5 وسالب 3 لا تنتمي على الفاضي السطر الثاني سالب 2 س يساوي 0 تطلع س يساوي 0 0 تنتمي لسالب 3 3 تنتمي خذ لي س يساوي 0 اللي بعدها 2 س تنتمي لو كتبت 2 س يساوي 0 س يساوي 0 لا تنتمي لفترتها إذا عندي هون كمان س يساوي ايش؟ صفر، وين قيم س الحرج اللي بدي اخذها؟ صفر و سالب 5 سالب 3 هدول طيب
يعني عندك من سالب 5 لوين؟ لخمسة. وعندي سالب 3 صفر 3. طيب من سالب 5 لسالب 3 هاي تحديد الإشارة من قفت، حلا تنسوا تحديد الإشارة من وين؟ قفت. من سالب 5 لسالب 3 خد لك عدد من سالب 5 لسالب 3 سالب 4 سالب 4 2 بسالب 4 سالب. طيب من سالب 3 لصفر خد لك عدد سالب 1 سالب. طيب من سالب 3 لصفر من هون بتتحدد صح؟ اه سالب 3 لصفر خد لك سالب 1 سالب 2 بسالب 1 موجب. طيب من 0 ل 3 برضه بتتحدد من وين؟ من هون. من 0 ل 3 خد لك عدد 1 سالب 2 ب 1 سالب. من 3 ل 5 3 ل 5 خد لك 4 2 ب 4 يطلع ايش؟ موجب. اذا سالب موجب سالب موجب. تزايد من سالب 3 لصفر من سالب 3 لصفر من 3 ل 5 ومن 3 ل 5 وعندي تناقص من سالب 5 لسالب 3 ومن 0 ل 3 اه هيك خلص. ماشي يا جماعة مفهومة هاي مفهومة. ضل شيء بالسؤال هذا؟ لا ما ضل شيء الحمد لله. هذا اللي هو السؤال رقم ايش؟ سؤال باء. سؤال باء هذا السؤال ثلاث نعم ايش؟ نعم احكي 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 تكلم. ضل هذا الاثبات بقول لك قاف فتحة للسين اكبر من صفر وها سين سو قاف سين زد. اثبت ان ها سين متزايد على الفتره الف وباء. السؤال اللي هو ثلاثة الاثبات هذا سؤال اثبات على السريع على السريع. ما اتوقعش الوزاره تجيب سؤال زي هذا اثبات خلاص لانه هسه بنشوف كيف الاثبات. بعطيك السؤال في السؤال هذا الاثبات الرسمه حكينا الرسمه ايش رح ناخذ رسومات فيما بعد. ها رسمه واقعه اصلا يعني تبعت ادبي رسمه ادبي إيه؟ ماشي؟ سرقعتوا خلالي والله الرسمة يا ادب صدقني يعني بالنسبة لكم انتو يعني ما تعتمدوش عليها يعني لأن هذا الرسمة بيجبوها للأدب. إذا كان قاف سين اقتران متصل على الفترة ألف وباء وقابلا للاشتقاق على الفترة ألف وباء وكان قاف فتحة للسين أكبر من صفر بيعطيني في السؤال قاف فتحة للسين أكبر من صفر. طيب ماشي قاف فتحة للسين أكبر من صفر حلو لكل سين تنتمي للألف وكان ها سين يساوي ها سين يساوي قاف سين زائد سين تكعيب. السؤال بيحكي لك أثبت أن ها سين متزايد أثبت أن ها سين متزايد على الفترة ألف وباء. اثبت انه ها سين متزايد على الفتره الف وباء. طيب يا سلام كيف اثبت انه متزايد؟ كلمتين اشتاق كلمتين ما فيش غيرهم. ايش هم الكلمتين هذول؟ تبع مع اشتاق اشتاق يا سيدي العزيز. ها فتحه للسين تساوي قاف فتحه للسين زائد ثلاث سين تربيع. ها فتحه للسين تساوي شو مشتقة قاف سين؟ قاف فتحه للسين زائد 3 سين تربيع. طب هو معطيك القاف فتحة للسين ماله؟ أكبر من صفر موجب. قاف فتحة للسين أكبر من صفر يعني موجب. يبقى هذا موجب زائد هسه 3 سين تربيع هذا ممكن يكون سالب؟ لا ليش؟ لأنه 3 موجب صح؟ آه. طب والسين تربيع برضه موجب في تربيع بيطلع سالب؟ لا, لا. إذا هذا موجب وهذا إيش بيطلع؟ موجب. إذا ها فتحة للسين موجب ماشي؟ ها فتحة للسين موجب. إذا ها سين متزايد على الفترة ألف وإيش؟ ألف وباء لأنه إيش عندك هون؟ قاف فتحة للسين موجب في نفس الفترة وثلاثة سين تربيع موجب دائما أصلا وهذا موجب مستحيل على الفترة استبعد اللي ألف وباء. ماشي يا جماعة هاي إثباته زي هيك بس هذا هو.
في كمان بغيش عليها الصفحة الداش ماشي يا جماعة الرسم ما قلنا ضل ايش في الدرس هذا هيك ضل ايش ما اخذناه الدرس هذا في ايش رايح جاي هون ما حكينا حلينا كل الاسئلة حلت لكم سؤال لما يطلع غير متصل كل الاسئلة الحمد لله حلناها وحلينا السؤال هذا لما يطلع عندك نقطة غير متصل والجيب والجتا والجذر والمطلق والكل عدد صحيح من نوع التعريف يعني مبدئيا هيك مبدئيا اذا ان شاء الله في المراجعة صح لنا اسئلة هيك اشي تاني غير هذا التزايد والتناقص على الدرس هذا بعد ما نخلص خلص اذا خلصنا لا نخلص بكره